بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا شباب الحق عودوا، عن حمى الإسلام زودوا، فجروا الطاقات فيكم، أنتم الفجر الجديد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. وبعد، فالحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، نحمده وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله، إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن زوج وكفء وولد. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، وطبتم وطاب مسعاكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منازلا. يا أحفاد الفاتحين، ويا سلالة الأبرار، ويا بقية الأباه، حانت الانطلاقة الكبرى والوثبة العظمى، وقد عرضت سفينة النجاح، ونادى منادي الفلاح، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهل من سامع وهل من مجيب؟ ننطلق بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك الذي معنا فيه بإذن الله عز وجل نخبة ومجموعة من الفقرات، نرجو من الله عز وجل أن تكون موفقة مسددة. فمعنا في هذه المرة رسالتي إليك أخي، والنشيد كالعادة، ونشرة الأخبار، ومفاجأة يومنا، ولأول مرة في لقائنا مع شيخنا المفضال فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، عضو المجلس الرئاسي للدعوة السلفية. ونبدأ اللقاء مستعينين بالله عز وجل مع القرآن الكريم، والأخ عبد الرحمن محمود فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا،
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وبعد فلما أنذر النمل وحذر ودعا بني جنسه سطرت في حقه سورة من سور القرآن فخذوا من النمل ثلاثة الدأب في العمل ومحاولة التجربة وتصحيح الخطأ ولما أكل النحل طيبا وضع طيبا فأوحى الله عز وجل إليه وجعل له سورة باسمه في الذكر الحكيم فخذ من النحل سلاسا أكل الطيب وكف الأذى ونفع الآخرين وحمل الهدهد رسالة التوحيد فتكلم عند سليمان فنال الأمان وذكره الرحمن فخذ من الهدهد ثلاثا الأمانة في النقل وسمو الهمة وحمل هم الدعوة والهدهد احتمل الرسالة ناطقا أهلا بمن حامل اليقين وسلم قال أبو معاذ الرازي رحمه الله مسكين من كان الهدهد خيرا منه فإذا جاء جعفر الطيار بجناحين ودعي أبو بكر من أبواب الجنة الثمانية وكلم عبد الله بن عمرو الأنصاري ربه وكلم عبد الله بن عمرو الأنصاري ربه بلا ترجمان وتوكأ عبد الله بن أنيس على عصاه في الجنة ودخل بلال قصره فبماذا تأتي أنت وماذا أعددت وما بضاعتك فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والخطب أعظم وكما حكى القرآن عن نبي الله موسى حين قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري إشارة إلى ذلكم المعنى الذي أكده القرآن مرة أخرى في قول يوسف لأخيه إني أنا أخوك سلسلة نبدأها من لقائنا اليوم رسالتي إليك أخي نبدأها بأول الرسائل إليك أخي أفتقدك بجواري مع أخينا الحبيب الدكتور أبو بكر القاضي فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا شك لكل من يرى مسرح الأحداث التي نراها كل يوم تلك الأحداث التي منها آلام ومنها ما يبشر بالآمال ونريد ألا نقف مع جزئياتها ولكن نريد أن نقفز إلى الكليات وأن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل قديم وأن ذلك الصراع منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى آدم وإبليس إلى هذه الدنيا وهو باق عباد الله إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها في ظل ذلك الصراع نشعر بالغربة حتى قضايا العقيدة التي هي من صلب اعتقادنا ومن صلب القرآن نشعر فيها بالغربة مثل هذه القضايا التي تطل برأسها قضية حق الإسلام وألا يحرم أحد من الناس من حق الإسلام وألا يضطهد من أجل إسلامه ونحن في دولة إسلامية مثل قضية أن الحكم لله تبارك وتعالى وكما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه لم تصبح عباد الله الآن الغربة غربة مظهر أو غربة لحية أو غربة قميص بل أصبحت الآن غربة من صلب عقيدتك من صلب قرآنك الذي تتلوه ليل نهار من صلب دينك الذي اختلط بشحمك ولحمك وهكذا نحتاج في ذلك الجو الجائف وذلك الجو الذي يوحي بالجفاف نحتاج إلى من يؤنسنا في غربتنا
وأحتاج إلى ظل وندى الإخوة في الله، وأن نشعر فعلا بالحب في الله تبارك وتعالى. وهذا الحب هو من نعيم أهل الإيمان في الدنيا، حين يحبون ربهم أشد الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأول ملامحهم وخصائصهم أن الله تبارك وتعالى يحبهم وأنفقهم لمحبته تبارك وتعالى، ومن ثم هم يحبونه تبارك وتعالى، ومن ثم هم يحبون فيه ويبغضون فيه. تلك العلاقة السامية عباد الله التي نفتقدها في تلك الآونة، والتي نحتاج إليها أشد الحاجة. أحتاجك إليك أخي بجانبي، أفتقدك بجانبي، أحتاجك لتؤزرني، أحتاجك لتنصرني ظالما أو مظلوما، ظالما بأن تردني عن ظلمي وبأن تنصحني في الله، ومظلوما بأن تنصرني على من ظلمني، تنصرني على ذلك الظالم. ونحن نرى عباد الله كيف يظلم المسلمون الآن في كل مكان، وكيف يتألمون. ونحن بإيماننا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون صادقين فيه، لا ينفك أبدا ذلك الإيمان عن الإحساس بذلك الألم الذي تجده أخت مسلمة، أو يجده أخ مسلم، حتى لو كان بالصين، حتى لو كان في الهند، حتى لو كان في أقاصي البلاد. فهذه أمة واحدة، حتى وإن أرادوا تمزيقها، حتى وإن أرادوا تفريقها، ولا ينفك المسلم أبدا إلا أن يعمل في واقع دولة مسلمة تقيم الدين وتحفظه وتسوس الدنيا به. فإن لم تكن هذه الدولة موجودة فهو يسعى لوجودها، يسعى لإقامة خلافة على منهاج نبوة، وذلك من خطواته التي يخطوها في سبيل الله تبارك وتعالى، من كلماته، من نبراته، من نظراته. هو نومه ويقظته يحلم ذلك، هو ليس حلما بعيدا، ولكنه قدر قدره الله تبارك وتعالى بإذن الله، وهو وعد وعده الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحن نرى عباد الله في مسرح الأحداث وفي مسرح الصراع بين الحق والباطل، كيف أن أهل الباطل يجتمعون. يجتمع هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية ويدعون العلمانية ويدعون تلك العولمة المزعومة، ذلك العملاق العولمي الذي يريد أن يبتلع كل شيء، لا سيما يريد أن يبتلع حضارة المسلمين وهويتهم. هم يجتمعون على ذلك عباد الله، ويشدون من أزر بعضهم بعضا، لأن هدفهم جليل في مخيلتهم، يعملون في عمل مؤسسي. ونحن عباد الله نظرف الدموع على تلك الفرقة وعلى ذلك التمزيق، ونحن نهدف هدفا غاليا، هدفا ثمينا. المفروض عباد الله أن كل واحد منا ينبغي أن يأخذ بنصيبه من ذلك النهر الوافر، من ذلك النهر الفياض، نهر وراثة النبوة. سمعنا في الآيات تلك الإشارة العظيمة التي أشارها الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه عباد الله هي وظائف النبوة كلها. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لذلك، أرسل الله تبارك وتعالى الرسول ليتلو الآيات، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. لتلاوة الآيات على تلك البشرية التائهة في دروب الحياة، محتاجين فعلا هذه البشرية أن تعرف من ربها، من الذي خلقها، ولماذا خلقها، وإلى أين المصير. هم والله تائهون، والله عباد الله حين ينظر الله، حين ننظر إليهم، حتى والله حين ننظر إلى هؤلاء النصارى، وكيف أنهم يؤمنون بالمتناقضات، والله متناقضات. لا نملك إلا أن نقول كما قال الله حاكيا عن وجدان المؤمن: يا حسرة على العباد. الله لا يتحسر في هذه الآية، ولكن يحكي وجدان المؤمن الصادق: يا حسرة على العباد. شابت رؤوسهم وعاشوا وماتوا
ولم يدركوا أعظم ما في هذه الحياة، معرفة الله تبارك وتعالى، تلاوة آياته، التزكية، تطهير تلك النفوس من شوائبها وشهواتها، وتعليم الكتاب والحكمة. وفي ذلك يدخل الدعوة إلى الله والموعظة والجدال، كل ذلك يدخل في وظائف النبوة. المفروض عباد الله أننا نريد أن ننتسب إلى تلك الدعوة المباركة، الدعوة الضاربة بأطنابها في الغيب، الدعوة التي تنتسب إلى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، دعوة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الرسل جميعا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نحتاج أن نخرج من تلك الجزئيات البسيطة، تلك الجزئيات والأحداث نعم هي مؤلمة، ولكننا نريد أن نرتفع فوقها إلى الكليات، نرتفع فوقها إلى حقائق الإيمان. نحن نريد عباد الله التآزر، نحن نريد تجديد الإيمان بالله تبارك وتعالى، تجديد الإيمان بقضيتنا، أنا نعمل لقضية جليلة، ألا وهي وراثة النبوة في ذلك العصر المادي الجاف القاسي. نريد أن نتلو على الناس آيات الله تبارك وتعالى، نريد أن نزكيهم، نريد أن نتعلم وأن نعلمهم الكتاب والحكمة، نريد أن نتلو نعم نحن أولا آيات الله، ونريد أن نتزكى، ونريد أيضا أن نعلمهم وأن نتعلم الكتاب والحكمة، نريد أن نرتقي ونرقيهم لذلك السمو العالي عباد الله. ولا يكون ذلك إلا بالعمل المؤسسي، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون على البر والتقوى. كما قلت لكم، الأعداء يتعاونون على الإثم والعدوان، ولا يجدون في ذلك لجاجة، ولا يجدون في ذلك غضاضة، أن يصرحوا بذلك، أن يصرحوا بالاتحادات والتعاونات. من أجل ماذا؟ من أجل حرب الإسلام ومن أجل حرب المسلمين. هو لا يجد في ذلك غضاضة، بل يجد أن ذلك من واجبه، ومن واجبه أنه يحارب الإرهاب كما يسميه، وهو الإسلام، وهو الدعوة الربانية في حقيقتها. هو لا يجد في ذلك غضاضة. ثم بعد ذلك نرى أصحاب الدعوة الربانية يتخلون عن ذلك، لا، ينبغي أن نرجع لذلك ذلك المشهد القرآني عباد الله الذي قاله أخونا محمد قبل أن أتكلم. نعم، قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. والله ينبغي أن نقف على هذه الآيات وقفات كثيرة. موسى عليه السلام المكلم من قبل ملك الملوك تبارك وتعالى، الله كلم موسى عليه السلام، كلمه تكليما، وبعد ذلك يحتاج موسى عليه السلام إلى هارون لكي يشدد به أزره، لكي يشركه في أمره. فكيف بنا نحن عباد الله؟ إن كان إبراهيم عليه السلام يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، هو يحتاج إلى تلك الرفقة الصالحة ويطلبها. إن كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فكيف يكون أنا وأنت ونحن فينا النقص وفينا الخلل وفينا السوءات وفينا الذنوب، ونحن بمجرد أن نخرج فقط من المسجد إذا بالفتن تطل برأسها، وإذا بالمعاصي تطل برأسها علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا. نعم عباد الله، نحن نحتاج إلى شد الأزر، أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلي، ليس فقط لنشر هذه الدعوة وفقط للتمكين لهذه الدعوة، فالدعوة بفضل الله تبارك وتعالى ستمكن بنا أو بغيرنا. الدعوة لا تحتاج إلينا، بل نحن الذي نحتاج إلى الدعوة. الجهاد لا يحتاج إلينا، بل نحن الذين نحتاج إلى الجهاد، ولكن نحن نحتاج إلى بعضنا بعضا عباد الله لهدف كبير، ألا وهو بناء الدار الآخرة. كما سمعنا، أنت تحتاج لكي تبني منزلتك في الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الغرف لا يتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. حين ترى النجم الغابر في الأفق تقول: هذه النجمة البعيدة، يا لفعتها ويا لبعدها. وهكذا أهل الغرف في الجنة عباد الله يتراءون هؤلاء منزلة هؤلاء ومنازل هؤلاء، ونقول: هذه منزلة النبي، هذه منزلة العارف، هذه منزلة الولي. فأين تكون
منزلتي ومنزلتك. هذا ما تحتاج إليه. أنت تحتاج للدعوة لكي تنجو بنفسك. أنت تحتاج للدعوة لكي تبني فعلا منزلتك ودارك في الآخرة وقصرك في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. لذلك تعظم الثمرة ويعظم التمكين لهذه الدعوة إذا اجتمعت الأيادي عباد الله. وهذا هو يعني معنى، وإن كان يعني ممكن يكون لفظ صعب، ولكن إن شاء الله يعني سهل. في حين ذكر العلماء مفهوم القدرة أن الله تبارك وتعالى يكلف نفسا إلا وسعها، فمفهوم القدرة عند العلماء أنك تستطيع بنفسك أولا، فإن لم تستطيع بنفسك فأنت تستطيع بغيرك، بمساعدة غيرك، بالعمل مع غيرك، بالتعاون مع غيرك. فإن لم تستطيع بذلك فأنت تستطيع أمر القادر على ذلك. فمفهوم القدرة عند العلماء إما بالنفس أو بالغير أو بأمر من يستطيع. ونحن عباد الله نحتاج إلى تلك البند الثاني، نحن نستطيع أن نفعل الكثير. إن كان هذا أصبح شعار لبعض المؤسسات وبعض المؤسسات التجارية، معا نستطيع. بعد الثورة وبعد 25 يناير أو 11 صفر، واخد بالك، أصبح الآن هذا شعار، معا نستطيع. فكيف نكون أنا وأنت إذا استعنا بالله تبارك وتعالى؟ نحن نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كلنا يقر أننا في قتال وأننا في جهاد، جهاد العقائد والأفكار، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نحن في صراع عباد الله كل يوم، عولمة جديدة تجتاحنا وتجتاح مجتمعنا. نحن كل يوم في صراع، صراع الأفكار. ولذلك نحن نحتاج إلى هذه النفسية، نفسية الجهاد. وجاهدهم به، أي جاهدهم بالقرآن. ولذلك يقول ابن القيم، نقل الإجماع في تلك الآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، جماعات. النبي يقاتل معه ربيون، يقاتل معه جماعات، يقاتل معه ألوف. فكيف بي أنا وأنت؟ نحن نحتاج إلى بعضنا بعض، نحتاج إلى ذلك الأنس. أحتاج إليك أن تأتي إلي وتقول: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا ننكر المنكر. لا أستطيع أن أنكر المنكر وحدي، فأنت تأتي وتساعدني، فإذا المنكر يزول. هذا من مصلحتك ومصلحتي أن يزول ذلك المنكر، حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا، وحتى ينجي الله تبارك وتعالى هذا المجتمع، وحتى ينشر الله تبارك وتعالى دينه ويستعملنا ولا يستبدلنا. وهذه نعمة جليلة والله. ماشي. نقول حتى يعني الوقت خلاص نفد، نقول قول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، جماعات. وهذا من أثمن النصوص في العمل في جماعة، والعمل الذي نسميه العمل الجماعي ولا مشاحة في الإصطلاح، التعاون على البر والتقوى. من أعظم النصوص أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك عباد الله، ما لا يستطيعه الواحد تستطيعه الجماعة، يستطيعه الألوف. لذلك لا تحقر من نفسك إذا كنت مع أخيك يشد فعلا من أزرك. نحن نحتاج إلى ذلك، وإن كان الكلمة لا تسعفني والوقت لا يسعفني. نحتاج إلى ذلك التآزر الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا التآزر بين الجيل الواحد، يعني أنا أؤزر الجيل أخي من نفس جيلي ومن نفس عقليتي ومن نفس سني، هذا التآزر حتى نستطيع أن نسير إلى الله تبارك وتعالى بين الجيل الواحد وبين الأجيال المختلفة. الجيل الذي بعدك كيف لا تؤزره؟ وكيف لا يشعر بالدفء عندك؟ وكيف لا يشعر أنك وأنت تنصهر معه في بوتقة واحدة؟ هذا هو ما نريد عباد الله. فهذه أول رسالة، رسالتي إليك أخي، أحتاجك إلى جانبي.
فهل من مجيب وهل من مستجيب لهذه الدعوة التي في الحقيقة ملؤها فعلا استجداء الحنان واستجداء فعلا هذه العاطفة الجياشة، عاطفة الحب في الله تبارك وتعالى الذي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وردت مرتين ليكون فيها هذا الدفء وهذا الحنان وهذا الحب عباد الله الذي به نصنع الكثير. نحن لا نريد فقط عباد الله عاطفة حبيسة في القلوب، نحن نريد عاطفة تترجم في عمل. نحن مثلا كل أسبوع في حملة، كل مكان في الجامعات مثلا في دورات علمية تقام، نحن نحتاج المشاركة، نحن نحتاج إلى الانصهار في كل عمل نعمله حتى ينجح ذلك العمل. وكما قلت، ليس فقط من أجل مصلحة الدعوة بل من أجل مصلحتي ومصلحتك، أحتاجك إليك أخي. فنستكمل المعاني اللي احنا يعني شرعنا في بثها قبل لحظات، ألا هو معنى الأخوة في الله ومعنى الحب في الله. ومسألة مهمة جدا بتتعرض لينا كعائق في العلاقة في العمل المؤسسي، في العمل اللي هو التعاون على البر والتقوى. كثير من الناس يظن أن مثلا عشان يبقى في عمل مؤسسي ويبقى في مثلا قائد وجندي أن ده ظلم، وأنا ليه أبقى جندي ولماذا أسمع الكلام؟ واخد بالك؟ ويعني يظن مثلا أن هو بقى جندي يبقى ده مثلا إيه تقليل من شأنه، وأن الآخر أصبح قائد أن هذا رفعة لشأنه إلى غير ذلك، مما للأسف الشديد بشعور أو بغير شعور يولد الحساسيات في الإيه؟ في العمل نفسه. وللأسف الشديد تجد عدم صفاء القلوب ذلك يؤدي إلى عدم وصول الكلمات التي نريد وصولها للناس. لذلك نحن نلخص المسألة بمسألة بسيطة جدا، ألا وهي أنك تحسن ظن بإخوانك. وهذا حسن ظن هذا نابع أصلا من المحبة في الله، ونابع أصلا من أنك تعلم أن الأمر عند الله بالقلوب لا بالمظاهر ولا بالأضواء ولا بالقيادات. لا، أنت والقائد، يعني إن لم تكن أنت القائد، يعني أنت إن كنت جنديا وهو إن كان قائدا، فكلاكما جندي عند الله تعالى، تعمل بأمر الله تعالى وتريد أن تبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. فاستحضار ذلك الجندية الحقيقية لله تبارك وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون، هذا يجعل العلاقة بين القائد والجندي في العمل المؤسسي المفروض أن هو بني على محبة في الله تبارك وتعالى، العلاقة تجدها بقى طريق وتلين، ولا تجد فيها تصلب ولا تجد فيها قسوة. بالعكس، أنت تعلم أنه يحبك وهو يعلم أنك تحبه، ويجمعكم تلك الرابطة الوثيقة. ومما أيضا يقوي ذلك الشعور، شعور أن تعلم أن الولاية عند الله إنما هي بالقلوب لا بالمظاهر ولا بالأسماء ولا بالشهرة. تلك القصة التي رواها ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنا أدري أنه ممكن كثير من الإخوة يكونوا عارفين القصة، فما فيش مشاكل أن الإخوة تسمعها من باب المجاملة، يعني أن هم يسمعوها وأن الإخوة ما تحاولش أن هي تتأفف ولا أن هي تتضايق. يعني فنقول إن الإمام أحمد ذهب كعادته في رحلته لطلب العلم، وجد به السير حتى قلت معه النفقة حتى لم يجد شيئا، وهو الإمام أحمد الذي كاد يكون إماما في بطن أمه كما كان يقول عنه أساتذته. فالمهم آواه المبيت إلى مسجد، واضح إن هو كان مسجد أوقاف، واخد بال حضرتك؟ لان هو مجرد ان دخل المسجد وصلى، لا ليه الامام بيقول له بيلم العده ولو سمحت عايزين نقفل المسجد. فالامام احمد، وهو الامام احمد لكن هو الراجل مش عارفه، فقال له يعني امام احمد قال انا في بيت الله، انت ازاي يعني عايز تطلعني من بيت الله؟ وهذا كما احنا بنقوله، واخد بال حضرتك؟ ان هو بيقولوا لنا لم العده وبتاع،
هنقول هذا بيت الله يسع الكل، واخد بالك؟ فالمهم الراجل ايه صمم، هتطلع مش تطلع، ان لم تخرج سوف اجرك الى الخارج. فالامام احمد ايه ما خرجش برضه، واللي عندك يعمله، واخد بالك؟ وهو الامام احمد وراجل مش عارفه، وانا يعني احنا بنشوف مشايخنا والله الواحد يبقى يريد ان يقبل ايديه، فكيف يكون امام احمد بقى؟ الامام احمد الذي نصر الله تبارك وتعالى به السنه. المقصود الراجل راح ايه تهور وتجنف نفوخه، وراح ايه اخذ الامام احمد وجره من ايه من قدميه للبسطه، بسطه الايه المسجد. امام احمد يقعد فين دلوقتي؟ ركزوا معايا، نمتوا ولا ايه؟ على البسطه. الراجل ايه مش عاجبه، قال له انت قاعد فين؟ قال له قاعد هنا على عتبه. قال له لا 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 في الشارع كمان، حتى العتبه تبع الاواف. ف امام احمد يعني جره الرجل مره اخرى الى الايه الى الشارع. وكان للاسف الشديد هذه الليله ليله مطيره بتمطر، يعني حتى من باب الرأفة والرحمة، عارف انت ايه يوم الجمعة اللي فات ده الدنيا كانت بتمطر مطر غزير جدا، واخد بال حضرتك؟ من باب الرأفة والرحمة بتقول الواحد ايه اللي ماشي في الشارع، تعالى يا اخي اقف، تعالى يا اخي ادخل المحل ده، لو واحد حتى ايه مالوش في الموضوع، واخد بال حضرتك؟ ما بالك وهو الامام احمد. سبحان الله. المقصود ان الراجل ده كان عجيب جدا، وانا حقيقة متعجب من درجة الراجل اكثر من عجب امام احمد. المقصود ان هو جره الى الشارع وألقاه في الشارع. مين رآه بقى؟ هو ده موضع الشاهد. رآه رجل فران عنده فرن، فقاله تعالى يا عبد الله ادخل معي ايه الفرن. وطبعا انت عارف يعني ايه فرن في السقعة، واخد بال حضرتك؟ فالراجل امام احمد على طول ايه دخل على طول ايه الى هذا الفرن. فالرجل ده رجل بسيط جدا ومحدش يعرفه، وانا لا اعرف اسمه ولا حتى من الجوزي الذي روى ليه قصة يعرف اسمه. فالمقصود الرجل الفران ده امام احمد قاعد كده معاه بعد ما اطعمه ذلك الرجل واواه الى المكان وغير ذلك. فامام احمد ينظر اليه كده، فلقاه بيعمل حاجه عجيبه قوي. مع كل خبزه عيش الرجل بيسبح. عارفين الفران بيعمل ايه ولا اوريه لكم؟ اسيب الميكروفون دلوقتي اوريه لكم، ولا عارفين اللي هو بيعمل كده وبتاع مع كل ايه اسمه ايه بيعجن او بيخبز، مع كل خبزة عيش هو ايه بيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فالامام احمد قال ايه دلوقتي يزهق وايه ويسكت. فالرجل ما زهقش وفضل كده ايه يسبح ويحمد ويكبر. عجيب امر ذلك الرجل. المقصود فالامام احمد قال له إني رأيتك تفعل شيئا، اللي هو إيه أن تسبح وأن تحمد مع كل إيه مع كل مرة تخبز فيها. فقال ألا تمل؟ ما بتملش؟ فقاله الرجل لا أمل أبدا، إنما أصبحت ألهمه إلهام النفس. انظر من يعرف هذا الرجل؟ لا يعرف أحدا. ولذلك الحديث الذي قاله أخونا محمد، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله يا أبره ينبغي أن يكون نصب عينيك أنك تعامل الله، مش بتعامل القائد ولا بتعامل المؤسسة ولا أي شيء، أنت تعمل من أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك أي إنسان أنت شايفه وتقول إيه ده وش مظهر، ده وش صورة، ده وش كذا، وما يدريك لعله يتزكى. أنتم تعلمون في من نزلت هذه الآية طبعا، في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه حين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له علمني مما علمك الله، في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه كبراء قريش، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة هؤلاء الآن أفضل، ولم يعنف الأعمى صلى الله عليه وسلم، وإنما فقط عمل إيه اقتضب. هل رأى الأعمى ذلك؟ إنه أعمى لم يرى، ولكن من الذي رأى؟ إنه الله تبارك وتعالى. فأنزل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى عبد الله بن أم مكتوم يقول له مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي.
من أصبح عبد الله وأم مكتوم؟ أصبح عبد الله بن أم مكتوم أمير المدينة في كل غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، تسمع قصة مقتله تشعر فعلا إن في أمل. توفي أو استشهد في القادسية حين كان أعمى، فقال لهم إني رجل أعمى لا أفر، ما بشوفش لقدامي لا أفر، فحملوني رايتكم واجعلوني بينكم، اجعلوني ماسك الراية لإني عمري ما أبدا حسبها. وفعلا لم يفر عبد الله أم مكتوم، وفضل ماسك الراية حتى مات وهو مستمسك بها، أو ما يدريك لعله يتزكى. لذلك مش بالمظاهر وإنما بالقلوب، حقيقة السير إلى الله سير قلوب إلى الله تبارك وتعالى. نرجع لإيه صاحبنا، فقالوا إيه؟ إنما ألهمه إلهام النفس. قاله هل وجدت له أثرا؟ يعني وجدت كده حاجة كده لها أثر من أثار التسبيح والتحميد والتهليل؟ فقال له إيه؟ نعم وجدت له أثرا، لا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه الله إياه. مفيش حاجة يعني أسألها إلا إيه؟ إلا الله تبارك وتعالى يعطيني إياه. فقال له إمام أحمد كل شيء؟ فقال له كل شيء. قال له إمام أحمد كل شيء؟ قال له كل شيء إلا شيئا واحدا. يا ترى إيه بقى؟ الناس كلها بص، يا ترى إيه ده؟ قال له ما هو؟ إمام أحمد بقى عايز يعرف حقيقة هذا الولي الذي أمامه. فقال له طلبت من الله أن أرى الإمام أحمد بن حنبل ولم يستجب لي حتى الآن. فقال له الإمام أحمد أنا الإمام أحمد بن حنبل وقد آتيتك مجرورا استجابة من الله لك. انظر مدى معرفة الإمام بأحوال العباد، اعلم أن من حولك قد يكون أفضل منك، ولذلك دائما تسيء ظن بنفسك وتحسن ظن بإخوانك، ولا ينبغي أبدا أن تقول لهم أنتم مين أنتم عشان تأمروني وأنا أطيع أمركم، وأنتم مين أنتم يعني، وهو مين هو عشان يوجهني وكذا وكذا. كل هذا نابع من حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالآخرين، كل هذا نابع من عدم صدق محبة هؤلاء في الله تبارك وتعالى. قد يكون منهم فعلا أولياء لله وأنت لا تدري، وما يدريك، أنت لا تدري ذلك، وما يدريك لعله يتزكى. أنت لا تدري فعلا يكون له علاقة بينه وبين الله، يكون له سر بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تحقرن أبدا إنسانا، لا تحقرن أبدا إنسانا، ولا تحقرن أبدا أمرا معروفا. هذه إيه؟ مسألة تانية. مسألة إيه؟ إن مثلا إحنا مثلا في الكلية مثلا هنعمل عمل، يقول لك يعني أنتوا هتحرروا الأقصى، هو أنتوا يعني خلاص هو ده آخر ما تم، يعني خلاص هنعمل العمل ده بكرة الأقصى هيكون بين أيدينا. كثير جدا كنا بنسمع هذا الكلام، وهذا الكلام مش بقى يحطم نفسية، ده يحطم نفسية بلد. يعني ده مش يحطم نفسيتك ان انت بتقول له، تبقى عايز تجري وتسيبه من كتر ايه؟ انت خايف ان هو يقعدك جنبه، واخد بالك؟ لا 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 لا، لا تحقرن معروف شيئا. اخوانك حين يجتمعون معك على امر ما، او على حملة معينة، او على درس معين، او على لقاء مثل ذلك اللقاء المبارك، والله الواحد لا يشرف ان هو يتكلم مع اخوانه في الله هكذا، وهي ثلة مباركة نحسبها على خير كلها والله. لا تحقرن أبدا من المعروف هذا أبدا، وإنما قد تزيد عند الله تبارك وتعالى درجة بذلك المعروف وأنت لا تدري. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه، أنتم تعلمون أبو الدرداء طبعا، مش عارفينه؟ عارفينه أكيد. أبو الدرداء الصحابي وهو يموت ويجود بنفسه كان يخشى عليه، ففي إفاقة من الإفاقات قال إيه؟ قال لأولاده من حوله اذكروا صاحب الرغيف، وراح إيه؟ أخشى عليه تاني طبعا. إيه؟
طب قول لنا صاحب الرغيف وبعد كده. طيب يعني ماشي صاحب الرغيف بس. المهم ايه، افاق مرة اخرى واخد بال حضرتك وحكى لهم ايه تلك القصة. تمام، فايه بقى القصة صاحب الرغيف هذا؟ اقول لك كان هنالك راهب عبد الله 70 سنة، رهبانية. عارفين يعني ايه رهبانية؟ طبعا يعني ما بيعملش حاجة غير هو بيعبد الله فقط، وابتدعوا ذلك وألزمهم الله بذلك، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. من فعلها فعلها إخلاصا لله، ولكن بعد ذلك كثر فيهم الفسق لأنهم ضادوا الفطرة وضادوا طبيعة الإنسان. المقصود يعني 70 سنة إيه بيعبد الله. فالمهم يوم من الأيام كده قال إيه، أنزل المدينة عشان كده شم هوا وكده نقي وبتاع. فالمهم نزل، فإذا هو يلتقي بامرأة يعني تقريبا هي بغي يعني، فوقع عليها 7 ليال، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فبعد ذلك بعد 7 ليالي ما عدوا أفاق، ما الذي أصنع؟ إيه اللي أنا عملته ده؟ ده أنا عملته مصيبة. فهام على وجهه، طلع بقى إيه؟ هام على وجهه، مشى ومش عارفه راح فين من كتر الدهية اللي هو إيه؟ وقع فيها. المقصود اللي هو بعد بقى ما جد به السير وخبى حضرتك وبرضه إيه؟ يعني عضه الجوع بنابه إلى غير ذلك من الإيه؟ من الأحاسيس التي شعر بها والتوهان اللي هو شعر به، وجد إيه؟ 11 غلاما فقراء. فقال اقعد معاهم عسى ان حد بيجيب لهم اكل ولا حاجه ايه اكل. فالمقصود جاب لهم واحد، كان في واحد بيجيب لهم كل يوم 11 رغيف عشان ياكلوا، واخد بالك؟ فالمقصود ان هو جاء قعد معاهم، بقوا كام كده؟ هم بقوا كام؟ 12 صح، 11 واحد يساوي 12، واخد بالك حضرتك؟ فبقوا 12. الراجل وزع على 11 رغيف، ايه اللي حصل؟ تفتكروا انتوا اللي حصل ايه؟ ها؟ اجيبوني. كل واحد ايه؟ لا انا بقول لكم الطبيعي يعني، هو دلوقتي يعني مش بقول لكم ان احنا نقترح دلوقتي المشكله، احنا دلوقتي بنقول ان ال 11 رغيف اتوزع عليهم. حلو كده الكلام؟ ايه اللي حصل؟ في واحد ما خدش، بس كده، هو دي الاجابه انا عايزها. واحد ما خدش، مين اللي ما خدش؟ احد الغلام، احد الغلمان. فايه رفع ايده كده، فراح قال له لو سمحت انا ما خدتش ليه الرغيف بتاعي؟ قال له والله ما بخستك شيئا، يعني انا ما بخستكمش، اعطيتكم ايه 11 ايه رغيفا، واخد بالك؟ فالغلام قال انا ما خدتش الرغيف بتاعي. مين اللي خد بقى في الحقيقه؟ الراهب، وكان جعان جدا، ولكنه ألقى الرغيف لذلك الغلام من باب الأمانة، فمات من ليلته، صعدت روحه إلى الله. فبيقال بقى إيه؟ وزنت 70 سنة بـ7 ليال. شفت بقى أنت تأففت هو من سمعتها قبل كده صح كده؟ طيب ماشي، يعني راهو شعوري. ايوه لا مش احنا بس ايه يعني بنسد الخانه حتى ياتي شيخنا الدكتور ياسر فهمي. فنقول ايه، وزنت 7 ليالي بـ70 عاما، فرجحت بهن 7 ليالي. 7 ليالي ضيعت 70 سنة. يبقى لا تحقرن، اياك تحقر من معاصي، اياك تحقر النظرات، مش بس نظرات النساء، نظر التحقير لاخيك، نظر التحقير للعمل. والمشكلة عباد الله إن الجوارح دي كلها لا تساوي شيئا بغير الإيه؟ القلب. فالقلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. هي ممكن تكون نظرة عادية ولكنها نظرة آثمة. ليه؟ لأنه قد اعتمل في القلب شيء يكرهه الله، فاحذر من التحقير. المقصود ثم وزن الرغيف بـ7 ليالي فرجح بهن الرغيف،
رغيف. ما نشوفش بقى الاخوه بتتعارك بقى على ليه على الاكل في الافطارات، واخد بقى حضرتك وكل اخ عايز ياخد قبل لاخيه. لا، الرغيف ده قد يدخلك الجنه. شوف، مش الاكل، مش لازم فراخ ويعني وخضار ولحمه وبتاع عشان تدخل الجنه. لا، رغيف تدخل به الجنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سبق درهم 100,000 درهم. طب ازاي سبق درهم 100,000 درهم؟ تعتقدوا انتوا ازاي؟ ايوه، اللي معاه 2 بس، واخد بال حضرتك، هيتصدق بواحد فهيفضل معاه درهم تاني. طيب واللي معاه مئات الالوف هيتصدق بقى مثلا ايه 100,000؟ كلام جميل. ليه بقى دي؟ انت شرحت الصوره، لان في عمل قلبي خاص به، هو صرف 100,000 ليه مرائي يعني. ده تصدق بنصف ماله. طيب ماشي، كلام جميل. يعني عايز تقول ايه انت؟ ربط. انا عايز اقول حاجه معينه هتفيدنا جدا 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 في سيرنا الى الله. انا كنت شايف رفع، حد رفع ايده اول مره. اتفضل. الاخلاص. انا بقول لحضرتك اللي دفع 100,000، لماذا انت اتهمته بالرياء؟ ما هو مخلص برضه الراجل، ان شاء الله نحسبه على خير يعني. الايثار. اين موضع الايثار؟ هو هنا مع واحد معاه 2 جنيه. ايوه صح، تمام. طيب ما هو الراجل معاه مئات الالوف ده، ال 100,000 دول يجيبوا حاجات كتير. لو هو اثر على نفسه وطلع ال 100,000، ايه معلش تاني كده. ايوه، كانت بره نص الرتبه برضه. يعني ايه برضه؟ عايزك تقول حاجه تانية. صح كلامكم قرب. هو احنا مش حقر، خلاص احنا مش هنحقر معروف. اعتقد انتوا عرفتوا خلاص الكلام ده من صاحب الرغيف. هنتكلم عن الدرهم. الحاجه. ايوه، يعني ايه برضه؟ طبعا عايز يقول ايه الناس، عايز تقول ايه اللي الراجل بيقوله ده. ها اتفضل. الزهد. الزهد برضو هو نفس موضوع الإيثار. أيوة، ما هو موضوع الإيثار. ها، النية. ماشي، يعني راجل خلاص انت كده حكمت على راجل دفع 100,000 ان هو ايه؟ سيء النية. خلاص. طيب خلاص، انا هنقول حاجة. كلام جميل. طب هو 100,000 دول شوية يا جماعة، هو حد لاقي؟ انتوا لاقيين؟ طب دلوني على واحد بيدفع 100,000. طيب وانا اروح له. ها، النوايا اللي عند الاولاني كتيره لم ترد، يعني مش ظاهر. طيب ماشي. طيب هنأجلها بقى الاجابه على السؤال ده المره الجايه. لماذا سبق درهم 100,000 درهم؟ ربنا رايد كده؟ هو ربنا يريد ذلك طبعا، إرادة شرعية. نعم، مجتمع فيه كونا أيضا. خلاص بقى عشان الشيخ وصل. خلاص وأنا أجلها الأسبوع الجاي. مفيش أسبوع جاي، مش هتيجوا تاني؟ خلاص هيجروا، مش هيجوا لك تاني. لأن في حاجة اسمها طاقة العبد اللي احنا قلنا عليها الوسع. أنا طاقتي إيه؟ طاقتي درهمين. إن أنفقت الدرهمين سأموت. فأنا أنفقت درهم، نصف حاجتي ونصف ما أحتاج إليه، واخد بالك؟ وهي دي طاقتي، وهو ذا ما أستطيعه. الله تبارك وتعالى يتقبل منك القليل ما دام هذا هو إيه؟ كل ما في طاقتك. طب اللي عنده مئات الألوف لدى طاقته إيه؟ أكتر من كده. فلذلك الأمر نسبي. لذلك نفس الكلام في طاقات العباد في العلم والعمل والدعوة. اللي ذكي جدا وبيذاكر كتب قد كده، واخد بقى حضرتك، ما انا مش ممكن ابدا هنقبل منه هو يقرا كتيب قد كده في اليوم. ده اكيد يستطيع، ويستطيع زي الراجل الاول على ثانويه عامه اما حفظ 15 جزء في اسبوعين. فقال لهم ده انا مكسوف كمان من ربنا، ده انا في الحقيقه كنت بذاكر اكتر من كده، كنت بقعد بال 12 و 15 ساعه اذاكر.
فالقضية قضية إيه؟ طاقات. هذا الباب لو فهمته فعلا، لو فهمت مسألة الطاقات دي في مجال العلم والعمل والدعوة، واللي أنت فعلا تبذل على قدر طاقتك، وإذا بذلت على قدر ما قدرك فقد وصلت بإذن الله تبارك وتعالى إلى الله، ووصلت إلى رضا الله تبارك وتعالى بإذن الله على قدر طاقتك، وساعتها أنت تنتظر أن الله تبارك وتعالى يتقبل منك، ستنتفي مسألة خطيرة جدا في حقلنا ونرى بين إخواننا، مسألة النظر للغير. إن ده طب ليه بيدي هنا وأنا ما بديش؟ طب ليه ما نظرتش أنت طاقتك إيه وتقدر تدي في إيه وتتخصص فيه وتعطي فعلا قدر طاقتك فيه؟ مع طبعا احنا عارفين ان الاخوه كلها عندها مبدا ثابت ان في حد ادنى من العلم الذي تصلح به عبادته وتصلح به اعتقاده. وخد حضرتك، وده طبعا رجعوا فيه اختلاف التنوع في الكتاب بتاع دكتور ياسر ابراهيم، وخد حضرتك، ولكن المقصود ايه؟ ان ممكن واحد فعلا ما بقاش ميوله علميه، ولكن ميوله ايه؟ حركيه دعويه، يقدر يكلم الناس، يقدر فعلا يستثير الناس، يستثير عواطفهم. ده ممكن نقول له ايه؟ ابذل كل طاقتك في هذا المجال وسوف تسد ثغرة لا يستطيع العلماء أن يسدوها. شوف، مع الاحترام والتوقير للعلماء، ولكن لا يستطيع إيه؟ أن يسدها. أنت بتكلم الشباب وبتستثير عواطفهم وبتجمعهم، وبعد كده العلماء يعلمونهم، ولكن طب هيعلموا مين لو أنت ما جبتش؟ وأنت طبعا بتأتي بفضل الله وبتأتي بهم بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن مسألة الطاقات شوف طاقتك إيه. واخد بحضرتك، وده يا جماعة مستلزم منا صدق مع الله وصدق مع النفس. أصل واحد ممكن يقولك أنا طاقتي كده وينام 10 ساعات في اليوم. طاقتك كده إيه؟ تنام 10 ساعات في اليوم وطاقتك كده؟ أو في ناس بتنام 12 ساعة تقولك أنا طاقتي كده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 12 ساعة طاقتك تنام 12 ساعة؟ أمال هتصحى كام ساعة؟ واخد بحضرتك، يعني محتاج الامر ايه؟ الى صدق فعلا، صدق فعلا في طلب العلم. هو طاقته فعلا ان يحفظ مثلا مش فقط القران، يحفظه بالقراءات العشر، مش فقط كده، ده يحفظ ايضا صحيحي البخاري ومسلم، طاقته كده. طب لماذا تبخس نفسك؟ ولماذا لا تدري فعلا الطاقه دي فتضعها في مكانها؟ هذه القضيه عباد الله. طبعا انا ايه طولت عليكم. الشيخ وصل، الشيخ بيصلي. طيب ربنا يتقبل. انت عايز مني دلوقتي؟ انتوا حطونا في مأزق والله. المقصود يعني ان سبق درهم 100,000 ايه درهم، لان الله تبارك وتعالى يريد منك كل طاقتك. ولذلك العبد اذا خرج من بيته مهاجرا الى الله ثم أدركه الموت، فقد وقع أجره على الله، وهنيئا له لمن يقع أجره على الله تبارك وتعالى. هو لم يصل إلى إيه؟ إلى المكان هو كان يريد، ولكن قلب كله أسلمه لربه، هذه طاقته، وفعل كل ما في طاقته. العبد اللي قتل 100 نفس حين في انتصف الطريق، واخد حضرتك، جاءته إيه؟ جاءه الموت، أو جاءه ملك الموت وملائكة الموت، واخد حضرتك، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة الإيه؟ العذاب. هو بذل كل ما في طاقته، فعلا تحرك، وذلك قالت ملائكة الرحمة إيه؟ جاء بقلبه مقبلا على الله. تمام؟ فيعني الحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى نحن ما نكونش يعني أنتم مليتوا منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وبعد، فقد صح في الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فما أحوجنا اليوم إلى إدراك هذا المعنى، أن نسير في هذا الطريق ولا نلتفت إلى أعدائنا، وأن نضع أهدافنا نصب أعيننا، ولا نغتر بكيد ومكر الأعداء. امشي ولا تلتفت
حتى يفتح الله عليك. فهذا الدين وتلكم الدعوة ما جاءت لتنزوي في بقعة من بقاع الأرض، وما جاء الإسلام ليجلس بين أهله وفقط، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فامضي ولا تلتفت، كما قال لوط لقومه: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فكما يقولون: إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة، وكما قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تظن أن تلكم الطريق سهلة ممهدة، بل هي وعرة مخضبة. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقنا قد خضبته الدماء، ولا تلتفت هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء. يوم تجثو كل أمة. مع الأخ محمد الورداني، فليتفضل. السلام عليكم. يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة، للسؤال عن المهمة: هل أجبتم الرسول؟ يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة، للسؤال عن المهمة: هل أجبتم الرسول؟ يوم يأتي الناس وفدا، وعظيم القوم عبدا، هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول؟ يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر وبال إلا من نال القبول. يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار، وامتهان واحتقار، فتطير له العقول. يومها ماذا نقول؟ يوم رايتنا تنادي: أين حي على الجهاد؟ يوم صاح بها المنادي: أين أين هالعقول؟ يوم نسأل عن كرامة، عن ضعيف عن يتامى، قوم نخوض الحمامة، فالشهيد له القبول. يومها ماذا نقول؟ يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا، في الأعادي قد أغارا، يقتفي نهج الرسول. في جنان الخلد تزهى، فهي للشهداء مأوى، لذة أجر وقربى، يوم أقدام تزول. يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا، في الأعادي قد أغارا، يقتفي نهج الرسول. في جنان الخلد تزهى، فهي للشهداء مأوى، لذة أجر وقربى، يوم أقدام تزول. يومها ماذا نقول؟
وبعد، فكما قلنا أن هذا الطريق يحتاج إلى رجال يسيرون فيه ولا يلتفتون إلى ورائهم، فإن هذا السير يستلزم فقها، وهو ما يسميه البعض بفقه الجندية، وهو يعني أنه إن لم أجد لنفسي دورا أقوم به سأسعى لأصنع لنفسي دورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود في الأحزاب: فخزل عنا ما استطعت. فقه الجندية أن أكون على أتم الاستعداد على تلبية أعذب النداء: يا خيل الله اركبي، ولو كنت مع عروسك في أحلى اللحظات، كحنظلة رضي الله عنه. فقه الجندية يتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. جملة من الأخبار مع الأخ محمود زعفان، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه طائفة من الأخبار العالمية والدولية والمحلية والإقليمية ننقلها إليكم. ومن مصر: مصدر كنسي، المفتي في الكاتدرائية للاعتذار لشنودة عن محاصرة السلفيين لها. مبارك لا يرغب في الحياة ويلجأ إلى النوم الكثير. مسؤول مصري: الإفراج عن كاميليا خلال 15 يوما. ومحامون مسيحيون يتقدمون ببلاغ للنائب العام لمحاكمة قادة سلفيين لدفاعهم عن قضايا إنسانية. طلعت السادات يقول: الحكومة القادمة ستكون من الإسلاميين. إعلان رسمي للحزب الشيوعي المصري من ميدان التحرير. والسلطات المصرية تفرج عن 2 من أعضاء خالية حزب الله في مصر. وأهل الزاوية الحمراء يعتصمون أمام مسبيرو حتى منتصف الليل للمطالبة بإعدام النصراني المغتصب طفلتهم التي تبلغ من العمر 3 سنوات بمساعدة والده. الكنيسة تدرس ظهور كاميليا بالتلفزيون، ومظاهرة مليونية أمام السفارة الإسرائيلية في 6 مايو. الفريق سامي عنان: إسرائيل لا تملك حق التدخل في قرار فتح معبر رفح. إخوان مصر يطلقون حزبهم ويشاركون في نصف مقاعد البرلمان. محامي الفتنة جبرائيل: إعلان النيابة لكاميليا شحاتة عبر الكاتدرائية غير قانوني. وتسجيل صوتي على المرصد الإسلامي يقر فيه شنودة بتعاون أمن الدولة معه لمنع انتشار الإسلام. وبلاغ للنائب العام يتهم سويرس بالاستيلاء على منازل حكر أبو دومة بمساعدة رئيس حي رود الفرج السابق. مصر: اتفاقية السلام لا تفرض علينا بيع الغاز لإسرائيل. اتفاقية السلام لا تفرض علينا بيع الغاز لإسرائيل. وشماس يعلن إسلامه أمام الكاتدرائية في وقفة كاميليا. وعلى صعيد أخبار المسلمين حول العالم: الجيش السوري يعزز تواجده في درعا ويهاجم المسجد العمري ويقتل 16 شخصا. والأمم المتحدة: ليبيا ستواجه عجزا غذائيا كبيرا خلال 2 شهر. القذافي وزوجته ينجوان من غارة أطلسية ومقتل نجله سيف العرب وثلاثة من أحفاده. عدم توقيع الرئيس اليمني على اتفاق التسوية يفشل مهمة التعاون الخليجي. 8 قتلى باشتباك بين القوات الحكومية وحركة الشباب في الصومال. وبدلا من تعويض الشهداء والمعتقلين العراقيين، 400 مليون دولار تعويض عراقي للأمريكان عن غزو الكويت. الناتو يستغرب مقتل 18 أمريكيا برصاص أفغاني واحد غادر مسرح الواقعة بالرغم من كونهم مسلحين.
المرة الأولى التي يصبح لطالبان موقع على تويتر بعد منعها من ذلك على الفيسبوك واليوتيوب. أكثر من 300 قتيل في موجة أعصير تحتاج سبع ولايات تجتاح سبعة ولايات أمريكية. ورئيس الأركان الإيراني يقول الخليج ملك لإيران. القوات الروسية تقتل 16 مسلحا شمال القوقاز، وإغلاق 5 بنوك مفلسة في أمريكا. قانون يبيح الختان ويجبر الأطباء عليه في النرويج. وأما على صعيد أخبار الحرب على الإسلام، أستاذ جامعة بالأزهر، أمريكا أنفقت 5 مليارات دولار للتصدي للدعوة الإسلامية. وجريدة ديلي ميل تشن حملة ضد مساجد بريطانيا. ومرشحة المجلس القومي في بريطانيا تبث مواد مسيئة للإسلام. وصحيفة يد يعوت، معبر رفح قشة قد تنهي السلام. وختام أخبار الحرب على الإسلام فيما تناقلته وكالات الأنباء من ادعاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما من وفاة الشيخ أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، فيما نفت طالبان باكستان الخبر وتقول أن الشيخ بمكان آمن. الجماعة الإسلامية تقول لم نتأكد بعد من مقتل أسامة بن لادن. والصورة التي تداولتها وسائل الإعلام على أنها صورة بن لادن بعد مقتله، أثبتت المواقع الإخبارية أنها صورة قديمة ومفبركة. عموما، إن كان الشيخ المجاهد قد وافته المنية وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فلا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجزاكم الله. وبعد، فكما سمعنا جميعا عن تلكم الحملة الشرسة التي شنها الإعلام وشنها نخبة وسلسلة من العلمانيين ضد المادة الثانية وضد الشريعة والتحذير منها، كما سماها فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل بحملة الرصاص المصبوب، نستمع لفقرة من مشايخنا حول رؤيتهم لهذه الحملة. وزاركم في تلك المرحلة، والكل يطالب بمدنية الدولة، والكل يطالب بأن يكون هناك حقوق وأن يكون هناك مواطنة وأشياء كثيرة جدا. وجهة نظركم في هذه الفترة الانتقالية التي نمر بها ومستقبل مصر؟ هو مصر طبعا حضرتك كما تعلم تاريخيا وهذا الذي سنقوله يوافقنا عليه يعني زملائنا وأخواننا غير المسلمين وبخاصة أقباط مصر، يعني الذين نشأوا في هذه الثقافة وفي هذا الجو، أن مصر هي إسلامية المرجعية أو إسلامية الحضارة، إسلامية الثقافة، إسلامية التقاليد، إسلامية العادات، الرؤى، هكذا. وده من حق مصر أن تكون لها خلفية من هذا النوع، مثلها مثل أي دولة في المادة الثانية من الدستور القديم، المادة الثانية والتي يطالب البعض بتغييرها. شكرا لشيخ الأزهر الذي أدلى بتصريحات في غاية القوة والوضوح عن المادة الثانية من الدستور. جزاه الله خيرا على هذه الكلمات وهذا البيان القوي. قامت الثورة لرفع ظلم وظالم ومظالم، فإذا بالبعض ينادي بأن التغيير لا بد أن يكون بإلغاء هوية الأمة الإسلامية، الأمة المصرية أمة مسلمة، هذه عقيدتها، هذا عقدها الاجتماعي، حتى من فسق وارتكب الموبقات هي عقيدته، لا يزال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعظم القرآن، لذلك هويتها فوق الدساتير. هل ستقيمون دولة دينية؟ نحن لن نقيم، نحن قواتنا أضعف، ولكن نطالب ونقيم الحجة على من بيده الأمر، ونقيم الحجة على من سيسأل عن رأيه يوما ما في انتخابات أو في غيرها أو في وسائل الإعلام. إذا قيل هل تدعون إلى دولة دينية، نقول انتبه،
لن نقول لا ولا نعم، لأنه هم يعرضون علينا خيارين لا ثالث لهما، وهناك ثالث هو الإسلام. يقولون إما الدولة المدنية أي العلمانية، عرفنا أي لا، عندما تأتي في مجال التشريع، في مجال البيع، في مجال الشراء، في مجال السلم، في مجال الحرب، في مجال الإعلام، في مجال التعليم، لا تعرج على الدين قط. هذه الدولة الدينية التي تعني الدولة العلمانية التي يخففونها فيسمونها المدنية. الخيار الآخر يقولون هل ستجعلون الشيوخ والعلماء حكاما على رقاب البلاد والعباد؟ نقول والله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان حاكما بهذا المعنى، لم يكن مشرعا، إن الحكم إلا لله. انظروا مدى وضوح القضية التي ينبغي أن تكون عندنا. نحن نقول إن الحكم إلا لله، من حق المؤسسة أن تكون لها مرجعية. نعم. وهذه المرجعية هي المرجعية الإسلامية، وحينما نقول الإسلامية لا تعني الدولة الدينية أو بالمعنى الثيولوجي أو اللي هو في الغرب. نعم. ليس في الإسلام دولة دينية كما في عند فضيلتكم اعتراض حول المقترح اللي طرحه اليساريون في مصر وبعض منظمات المجتمع المدني، بأنه بدل ما المادة الثانية تقول أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي. الكلام في هذه المادة أو المطالبة بإلغاها هو ليس يعني لا ينطلق من حقوق إنسان ولا منظمات حقوق إنسان ولا منظمات حريات ولا ديمقراطية، وإنما هو طريق إلى إحداث فتنة جديدة. هذه الشريعة هي بالفعل الضمان الأكيد، وأقول بل الوحيد، لحماية حقوق وأمن غير المسلمين الذين عاشوا بلا مشاكل عبر 15 قرنا مع أهل الإسلام، وما زالوا إن شاء الله. العلاقة بين الدولة والكنيسة في النصوص الدستورية، أولا عندك الدنمارك تنص على أن الكنيسة دي هي المعترف بها وعليه ستتولى الدولة دعمها. ده في الدستور عندك، أنا بقول لك من الدستور. النرويج نفس الشيء، أيسلندا نفس الشيء، كنيسة المملكة المتحدة نفس الشيء، إنجلترا فيها برضو، اليونان، كل دي في نصوص في دساتيرها. قد عندك مثلا أرجنتين، السلفادور، كوستاريكا، كل دي دول تنص في دستورها على الدين وعلى الكنيسة، وتزيل بأن على الدولة أن تتولى الرعاية. فليه تحرم مصر اللي هي يعني من وهي بلد إسلامي وقلب العالم؟ المادة التي نص على دين الدولة رسم الإسلام يمنع أن يتولى غير مسلم رئاسة الدولة، وبيستكتروا علينا الحكاية دي، يقول لك لا ليه ما تخلوه رئيس قبط ولا رئيس غير زنديق أو بهائي من حقه. شيء عجيب والله. تتخيلون زي ما قلت لكم كده أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يبقى مسلم ومن حقهم، ولا بيقولوا دي قضية غير محتملة؟ ولا حد أتخيل كده أن الدولة اليهودية هيترأسها رئيس مسلم؟ أوباما ارتداده عن الإسلام عشان إيه؟ عشان يؤكد هو كاثوليكي عشان الناس تنتخبه. تتخيلوا أن كان أوباما ممكن ينجح لو كان أنه مسلم؟ تخيلوها دي؟ طب مستكترين عليها إيه نقول رئيسنا يكون مسلم؟ الكلام في هذه المادة أو المطالبة بإلغاها هو ليس يعني لا ينطلق من حقوق إنسان ولا منظمات حقوق إنسان ولا منظمات حريات ولا ديمقراطية، وإنما هو طريق إلى إحداث فتنة جديدة الحمد لله الذي جعل الأزهر ممثلا في شيخه وفي علمائه الكرام الآخرين الذين صرحوا بأنهم لا يقبلون الفساد في الهوية في مصر جزاهم الله خيرا. قالوا أقل، قالوا هذه الكركة الفساد الآن فتنة تهدد الأمة الكرام، وهي في الحقيقة الضلال الحقيقي النهارده في محافظه كفر الشيخ ابتدت يبقى فيه لافتات ضد الغاء الماده الثانيه في الدستور. الماده الثانيه بتقول ايه؟ الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. الماده دي يا فندم مصيرها ايه وانت شايف رئيس حزب الجبهه اسامه الغزالي حرب بيطالب رسميا بالغاء الماده الثانيه من الدستور الان في وسط اللي احنا فيه ده كله، وطالع يقول لك المادة الثانية فجأة بقت دوشة. قامت الثورة لرفع ظلم وظالم ومظالم، فإذا بالبعض ينادي بأن التغيير لا بد أن يكون بإلغاء هوية الأمة الإسلامية، الأمة المصرية أمة مسلمة، هذه عقيدتها، هذا عقدها الاجتماعي، حتى من فسق
وارتكب الموبقات هي عقيدته، لا يزال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعظم القرآن، لذلك هويتها فوق الدساتير. إخواني في الله، إخواني في الله، لو جينا الواحد شيوعي، شيوعي مش شيعي، شيوعي يعني زي بتوع روسيا غير مؤمن بوجود الله أصلا والعياذ بالله، وقلنا له احنا عايزين نحكمك بالرأس مالية، هيبصلنا كده وقالوا انتوا اتجننتم، انتوا مجانين، انا لا يمكن احكم بغير عقيدتي ابدا. اذا كان الشيوعي الغير مؤمن بوجود الله ما يرضاش يتحكم بغير عقيدته، ازاي المسلم يرضى انه يتحكم بغير الاسلام؟ الشيزوفرينيا اللي عملوها للمجتمع الاسلامي دي ازاي؟ ازاي طلع اجيال مننا معتنقه عقيده وموافقه انها ما تتحكمش بيها؟ ازاي؟ ازاي يا اخواني وصلنا لهذه الدرجه؟ ازاي وصلنا لدرجه ان في ناس مننا، في ناس من اهل مصر بتقول لربنا مالكش حكم علينا؟ ازاي وصلنا ان في ناس مننا، في ناس من اهل مصر تريد ان تعامل الله كما يعاملون ملكة بريطانيا في بلادها تملك ولا تحكم؟ ازاي طلع ناس مننا يريدون ان يعاملوا الله كما عامل الشعب المصري الحاكم الذي كان يحكمه في الايام السابقة وهو يتمرد على حكمه؟ هنتمرد على حكم ربنا؟ ده اتهام شرع ربنا، ده اتهام لربنا سبحانه وتعالى، ده الاعتداء على شرع ربنا، ده عدوان على اعظم حرمات الله وعلى اعظم رحمات الله على هذه الارض. شيل الالف واللام يا سيدي لوحده، لين انا طبعا الماده دي انا عارف رفض حكايه شيل الالف واللام دي. لا لا، ما هو اصله مش واخد بالك حضرتك الشارع النهارده فكره الماده الثانيه دي بالنسبه له. انتوا مهمتكم بقى تفهموا الشارع. اخواني في الله، العلمانيين، الليبراليين، الغير اسلاميين الذين يريدون ان ينحوا شريعه الله من الحياه، الذين يريدون ان يقولوا لله حكمك في المسجد بس، بره المسجد ما حدش له حكم علينا، احنا اللي نحكم نفسنا، الذين اذا سألتهم اين الله واين شرع الله واين حكم الله ما لهمش اي رد غير ان هو امك وامي واختك واختي لو لبسوا حجاب يبقى مش يبقى ده تمييز عنصري داخل المجتمع. احنا عايزين دولة مدنية لا مكان لها للشعارات الدينية كما قال وكما اعلنوا في وسائل الاعلام. اخواني في الله، في معركة جاية الشهور الجاية يا شباب، في معركة كبيرة جاية، في معركة كبيرة ما بين كل واحد غيور على هذا الدين وعلى هذه الشريعة وما بين التيار العلماني في هذه البلد، معركة حقيقية. احنا عايزين نصحي ذاكرة هذه البلد. ليه؟ لانه يا سيدي اللي حصل ان انا في اللجنة اللي فاتت قدمت مقترح لتعديلها. انا قدمت مقترح انه يبقى ايه؟ تشيل الالف واللام. ايوه، اللي هو هنقول عشان برضو نوضح للناس، الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية، كان قبل كده مصدر رئيسي للتشريع، بقت المصدر الرئيسي للتشريع، فاحنا عايزين نشيل الالف واللام. هو مصدر رئيسي، هناك مصادر رئيسية اخرى والعياذ بالله. دستور 81 لو التعديل بتاع 81 بتاع المادة واحد بتاع المادة التانية اللي السادات عملوا المصدر الرئيسي، لانه عارف ان الشعب عايز الشريعة فأراد أن يمرر كامب ديفيد، فعمل الاستفتاء على حاجتين. أنا كنت عايش طبعا ومشاهد للواقع ده. الاستفتاء كان على معاهدة كامب ديفيد وعلى تغيير المادة الثانية إلى المصدر الرئيسي. اللي يوافق على دي يوافق على دي، مش مفصصة، مش دي الحاجة ودي حاجة، الناس كلها وافقت عشان المصدر الرئيسي. دي إرادة الأمة لأن عقيدتها بفضل الله عز وجل. المصدر الرئيسي والمحكمة الدستورية العليا شرحتها، قالت ان كلمة المصدر الرئيسي معناه ان اي مصدر اخر يبقى فرعي، وبالتالي اذا خالف هذا يعد باطلا. يبقى المجلس التشريعي اللي هو مجلس الشعب ملزم ان لا يسن اي قانون مخالف الشريعة، والا عد غير دستوري وباطل. الاسلام دين الدولة. انا بنقل لك رأيهم يا فندم. فيه دولة لها دين؟ ده الدولة دي شخص معنوي. ايوه، ما ده السؤال. هل في دولة لها دين؟ لا، ما هو دي كلمة ديكورية، هذه كلمة يعني سيمبوليك، ديكور، دي كلمة يعني لدغدغة. ناس كتير من اللي بتسمعنا دلوقتي هيقول لك مش ممكن ديكورية، هو الإسلام دين الدولة، مصر دولة. يقول هي الدولة لها دين، أمال رضيتوا ليه بأن اليهود، بأن اليهودية هي سمة دولة إسرائيل، والعالم كله قابل ذلك.
كل الدنيا بتقبل ان اسرائيل الجنسية فيها على الديانة ولا على حاجة تانية. يهود اثيوبيا، يهود المغرب، يهود مصر، يهود الغرب، يهود الشرق، الجنسية ايه؟ اسرائيل يعني ايه؟ يهود. انجلترا ملهاش مذهب كمان، لا البروتستانتي المذهب، رئيس ملك انجلترا هو رئيس الكنيسة البروتستانتية، ملك انجلترا سواء ملك او ملكة رئيس الكنيسة. دولة الفاتيكان مش دولة دينية ولا ملاش دين، دولة لها سفارات في العالم كله على المذهب الكاثوليكي، مش المذهب طبعا، هي ديانة في الحقيقة مستقلة. اشمعنى يعني المسلمين حرام عليهم يبقى لهم دولة اسمها دولة اسلامية؟ الذي عينوه نائبا لرئيس الوزراء قبل يومين كان بيقول هي في حاجة اسمها ان البلد لها دين. المشكلة في العلمانيين والليبراليين هم صوتهم عالي جدا، لان الدولة كانت تنفخ فيهم، تتيح لهم الاحزاب، تعطيهم وسائل الاعلام والجرائد وكذا وكذا، فيوهمون ان لهم حجما كبيرا. والعالم كله بلا استثناء يعرف ان الوزن الحقيقي في الشارع المصري هو الاسلام، وهذا هو السبب فيما ذكره بعض المحللين مؤخرا من ان ايه، من ان امريكا لا يمكن ان تسمح بديمقراطية كاملة في المنطقة. اعلنوها مدوية عالية تشق عنان السماء، ورددوا خلفي شباب الإسلام، الله أكبر الله أكبر. زورة العدادات في الاستفتاء إلا أنها مع التزوير 76%، ثلاث أرباع الناس، أكثر من ثلاث أرباع الناس عايزين الشريعة، وأنا متأكد أنها أعلى من ذلك بكثير. أجزم بذلك قلوب كل المسلمين على يقين أن شرع الله آت وأن خلافة محمد صلى الله عليه وسلم ستأتي لا محالة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. حدث أم لم يحدث؟ حدث، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله، حدث، ثم تكون ملكا عاضا، حدث، ثم تكون جبرية التي كنا فيها، التي تحررت أعناقنا من أغلالها، ثم تكون جبرية. كل ذلك حدث، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. صدقناه قبل أن نرى ذلك، صدقناه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ورأينا مصداق ما قاله في واقعنا، ونحن ننتظر البقية خلافة على منهاج النبوة. يقولون دكتاتورية أو ديمقراطية تريدونها؟ أجيبه كأنك تلزمني بأن أقول 5 و5 9 أو 11. الإسلام ليس هذا ولا ذاك. لماذا ظهرت العلمانية ثمرة للطغيان الكنسي في أوروبا الذي كان ضد العلم وضد العدل وضد حقوق الإنسان كلها في الحياة؟ لماذا تعاقبوننا على ذنب غيرنا؟ لم يكن عندنا مثل ذلك، لم يكن عندنا مثل هذه الدولة الدينية صاحبة الحق. يصعب تطبيق الشريعة، يصعب العودة للدين، هذا أمر مستحيل. نحن نعيش في القرن 21، كلها كلمات تتصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمسيح يحكم بشريعة الإسلام، حاكم من حكام المسلمين. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم، أي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تصلح الشريعة لمثل هذه الأوضاع التي نعيشها؟ نقول هي المخرج من الفكر. لا نكره أحدا ولا نكرهه على أن يترك عقيدته في رب العباد وفي أنبياء الله ورسله وفينا كذلك، فكم من غير المسلمين يعتقد كفر المسلمين وأنهم ذاهبون إلى النار، وما أكرهناه على أن يغير عقيدته لأن الله أمرنا بذلك، لا إكراه في الدين. فكيف يريدون منا أن نغير اعتقادنا في أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟
وهو في الآخرة في الواقع. كان لها شعار أساسي وهو إن الحكم إلا لله وإن الدين عند الله الإسلام. المحافظة على هوية مصر الإسلامية. لماذا تتكلمون في هذه القضية؟ أما سمعتم كم من المطالبات تطالب بالتغيير ولكن إلى ماذا؟ إلى إلغاء المادة الثانية أو إلى تحرير. وما أعظمه من قانون، قانون الإسلام، كلام الله جل جلاله، هو الأمان للصغير والكبير، للغني والفقير، للأمير والغفير، الكل أمام هذا الإسلام سواء. ما إذا شرع فلأهواء البشر ولنفاق البشر ولرغبات البشر ولرضا البشر ولمصلحة البشر، بشر معرض للنقص، كل ابن آدم خطاء. لذلك الرجوع إلى المصدر الرئيسي الأساسي الشريعة هو الأمان. المسلمون يشكلون يعني أكثر من 90%، 95% تقريبا أو يعني أقل قليلا من سكان مصر. فإذا إذا سألت أي واحد مسلم، أنت تعرف أنه مسلم، فتسأله هل أنت مسلم؟ فالإجابة قطعية أنه نعم. نفس القضية تماما سؤال هل تريد أن تحكم بالإسلام؟ لا ينبغي أن يكون هناك تصور أن هذا السؤال يحتمل إجابة أخرى غير نعم. إذن الاستفتاء يعني محسوم، الاستفتاء محسوم النتيجة مسبقا، بأن كل المسلمين الذين لهم حق التصويت سيقولون إذا كان التصويت على تطور في صالح تطبيق الشريعة لابد أن يقولوا نعم، وإذا كان العكس يتعللون بوجود النصارى أو بوجود أهل الكتاب ونحو ذلك، وكأن تطبيق شرع الله حيحدثها فتنة، حتكون فتنة طائفية أو نحو ذلك من النعرات التي يتذرعون بها. النصارى وغير النصارى وأهل الكتاب بصفة عامة ما ذاقوا معاني العدل، ما ذاقوا معاني الرحمة إلا في ظلال تطبيق شرع الله جل وعلا. فلا داعي للمتاجرة ولا داعي للمزايدة، بل بابا شنودة في أزماته بسبب الطلاق والزواج كان تذرع بالمادة الثانية، إن أرادوا أن يتعبدوا في كنائس فلا مانع أبدا من هذا الأمر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا شفت في هذا المسجد لقاء جماعة كان الحاضرين فيه أنا وأربع أفراد، وشفت لقاء جامعة والمسجد ده مليان عن آخره يمين وشمال، والإخوة واقفة على الحيطة العالية دي ومش لاقي مكان توقف فيه وواقفين برا. فسبحان الله، الأمور ليست بأيدينا وليس بجهدنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب من شاء لمن شاء بما شاء سبحانه وبحمده. ولذلك يعني أقول أن قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن نبذل فيها ونحن لا ننظر إلى النتائج، لابد أن نبذل فيها ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقدر على أنبيائه ورسله وأوليائه الصالحين أن لا يستجاب لهم فترة لمصالح عديدة، منها أن يوقنوا أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، أنه لا يملك قلوب العباد أحد من الخلق لا بحسن بيان ولا حتى بصدق نية ولا بإجابة شبهات بمجادلة بالتي أحسن. علينا أن ندعو بالحكمة والموعظة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، علينا أن نفعل ذلك، ولكن نتأكد أن الاستجابة ليست بأيدينا. ولذا فالرسل لم يقصروا قط، معصومون وبالإجماع معصومون في أمر البيان
أنهم يبينون للناس كل ما أمروا به وبالطريقة التي أمروا بها، وليس عندهم فظاظة ولا غلظة. ومع ذلك فمن الأنبياء من أجابه الرجل والرجلان والرهط، ومن الأنبياء من لم يجبه أحد. ويعني موسى عليه الصلاة والسلام كان معه سواد عظيم كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندما جد الجد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لذلك نقول هذا من مصالح وحكم تقدير الله سبحانه وتعالى لانصراف الناس عن الدعاء فترة من الزمن. من حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك أن نيأس من أنفسنا وأن نفتقر إلى الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. استيأس الرسل من إيمان قومهم، بذلوا كل جهد، وكما ذكرنا هناك يأس من النفس بمعنى أني ليس عندي غير ذلك، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. نفتقر إلى الله والذي يفصل بيننا وبين قومنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وكلها عبادات عظيمة الأهمية، أن نيأس من أنفسنا وأن نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء وقت الفتح وجاء وقت دخول الناس في دين الله أفواجا لم يقل أحد لنفسه فضلا أن يعلنه لغيره أنا سبب هداية هؤلاء الناس. أين كنت حين انصرفوا عنك؟ أين كنت حين كان المسلمون مغلوبين وعدوهم قد استضعفهم؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لذلك من فوائد هذه المرحلة معرفة عظم نعمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. إذا جاء وقت النعمة والمنة علم المؤمنون أنهم لم يكونوا أبدا مصدرها، وما بكم من نعمة فمن الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده بالنعم. ولذا نقول هذا الأمر يحقق الشكر، لأن الشكر أول مراتبه الشهود لنعم الله سبحانه وتعالى وتعظيمه بها. أما من رأى أنه مستحق للنعمة أو أنه جاءها أجاء بها بجهده فإن هذا يقدح في شكره ويقدح في عبادته. ثم لا بد من تحقيق الصبر والثبات حين نجد انصراف الناس عن الدعوة إلى الله مدة من الزمن، وعندما يجد الدعاة أنفسهم قليل فعند ذلك لا بد لهم من الصبر، أن يصبروا على مخالفة الواقع، أن يصبروا على أن يسمحوا خلاف التيار، وأن يتحملوا مخالفة المجتمع. فالناس عامتهم يسيرون على ملة ودين مجتمعهم، يؤثرون أن يكونوا أتباعا للكثرة، ينفرون من الغربة. كل إنسان بطبعه ينفر من الغربة، لا يحب أن يكون وحده. خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه، يعني يعيش في مجتمعات مدن وقرى، يميل بطبعه إلى الاجتماع، وهم عند الاجتماع يأنس بعضهم ببعض، يأنفون وينفرون من الغربة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من إذا يعني أكثر الناس يصدهم عن دين الله أنهم من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقال عز وجل عن إبراهيم أنه قال لقومه، قال تعالى: وقال إنما تعبدون من دون الله، قال وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني لماذا عبدوا الأوثان؟ لماذا عبدوا الجعارين والفئران والبقر والأوثان والصلبان مودة بينهم في الحياة الدنيا؟ عشان أهلهم ما يزعلوش منهم، علشان ما يخالفوش المجموع. وإلا فأنت تجد فعلا أثر ذلك، إن المجتمعات تؤثر يعني الأجيال تلو الأجيال في بعضها. اللي بيعبدوا البقر دول بقالهم أجيال تلو أجيال بتعبدوا البقر، يطلعوا نقوا أهليهم بيعبدوا البقر، يعبدوا البقر ونعوذ بالله. لا يفكر في أن البقرة كالجاموسة مثلا، لا، هو يعظم البقرة ويذبح الجاموسة. شيء عجيب جدا. مش بيجي لكم لحمة هندي؟ الواحد يقول اللحمة الهندي جات منين؟ بقول لك لحمة بقري. لا، مش بقري، لحمة جاموسي. لا، يذبحوا الجاموس ما يذبحوش البقر. البقرة إلهة والجاموسة إيه؟ جاموسة تتذبح عادي جدا، يذبحوها عادي. عقول إيه دي؟ عقول عملت قنبلة نووية مش كده؟ وعملت صواريخ تطلع أقمار صناعية. عقول متمكنة من ذلك. ولكن إيه المشكلة؟ المشكلة في موضوع الدين ده المودة، مودة بينهم في الحياة الدنيا. إن هو مش عايز يبقى غريب عن المجتمع اللي هو ناشئ فيه. ولذلك المجتمع الغربي على سبيل المثال بيعمل إيه؟ المجتمع الغربي ده تلاقيه عادي جدا، ناس لا دينيين يطلعوا ناس لا دينيين، عشان كل الناس كده والعياذ بالله. فالقضية لذلك بنقول الغربة دي غربة هي عند أهل الإيمان محمودة، والصبر عليها ثواب عظيم. طوبى للغرباء، الإنسان يكون مصابرا على مخالفة قومه، صابرا على مخالفة مجتمعه، لكن بقدر الإمكان لابد أن يبذل جهده في محاولة اختراق هذا المجتمع، وليس أنه يفرض على نفسه حوصلة من صنع نفسه. في أشياء لابد أن نعلم أننا نبذل كل جهد لتوصيل الدعوة بالأسلوب الحسن، محاولة اختراق المجتمع كما ذكرنا من كل جوانبه، حبا للخير للناس. وهذه المسألة عندما يشعر الناس أنك تشفق عليهم وتحب لهم الخير سيتغير موقف الكثيرين بإذن الله، الذين كتب الله لهم الهداية. كما أكد الرسل دائما، تجد: إني أخاف عليكم. وأتباع الرسل سيدنا إبراهيم قال: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إشعار بأنك تشفق عليه. كما ذكرنا هذه المرحلة مرحلة الابتعاد عن الدعوة والفرار منها، وإيثار غير الدعاء إلى الله عز وجل، مرحلة مر بها الأنبياء والرسل. سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. سبحان الله، مرحلة فعلا شديدة على النفس. على فكرة احنا رغم يعني ان يعني الدعوة ما زالت امامها طريق طويل، انها رغم ذلك لسنا نجد من يصم اذنيه عنا ويغمض عينيه او يستغشي ثوبه حتى لا يرانا. واني كلما دعوتهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بجميع أنواع الدعوة، الدعوة العامة والدعوة التي بينه وبينهم اللي هي الدعوة الفردية التي قال فيها وأسررت لهم إسرارا، لأنه يكلمهم
فيما بينه وبين مر بالصوت الجهور المرتفع صوت جهوري، ومر بصوت إنما يسمعه المتحدث وهو الذي قال وأسررت لهم إسرارا، يعني لم يكن يعني يحادثهم في السر بأمور غير التي في العلن، وإنما هي هي، ولكن طريقة الدعوة غير ونوع فيها لتصل إلى جميع المدعوين. لذلك نقول هذه القضية لا بد أن نبذل فيها ونحن غير ملتفتين إلى النتائج، وإن كنا لابد وأن ننظر في تقصيرنا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انظر أولا إذا كان هناك خلل في المنهج ينفر الناس فطريا بسببه منه من الدعاء من الداعي إلى الله، حين يكون هناك باطل القلوب تنفر من الباطل، وخصوصا إذا كان فيه نوع من الغلظة والشدة فهو يكون منفرا من كل جهة. ثانيا لابد أن ينظر الداعي إلى الله عز وجل في نفسه، هل عنده رحمة ولين أم عنده شدة وغلظة، لأن الله قال فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله لنت لهم، الله جعل في قلبه الرحمة من عنده سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها في قلب محمد صلى الله عليه وسلم فجعله لينا في خطابه للناس. وتأمل دائما طريقة الأنبياء في إيصال الدعوة باللين رغم مخالفة من حولهم، تأمل في قول إبراهيم يا أبتي، وكم كررها، تجد فيها أبتي دي في آخرها تاء مكسورة، تجد فيها نوع من الانكسار في المعاملة، يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون نشطني. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا دعا أبناءه كذلك، كما قال سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تلاقي الأباء والأمهات انت هلا انت يا ولد، هكذا فين يا بني. سيدنا إبراهيم يقول لإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لقمان يعظ ابنه فيقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نحن نحتاج بلا شك إلى لين الجانب والشفقة على الخلق، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا شانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، لين الجانب مع وضوح الحق، مع كوننا لا نفرط في بيان الحق الذي معنا بأدلته كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون المرء المؤمن الداعي إلى الله متخلصا من الفظاظة والغلظة، غلظة القلب، القسوة، الشدة، أنه يريد إهلاك الناس. ضرب الله عز وجل لنا المثل الصالح في مؤمن آل ياسين، نصح لقومه في حياته وبعد وفاته إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهمه أن يؤمن قومه، يا ليت قومي يعلمون، ناسي ما أصابه قومه به. نوعية فريدة بلا شك في الدعوة إلى الله عز وجل، ليس يعني يعمل لأجل منزلة عندهم ولا يعلق استمراره في الدعوة
أو همته فيها على قدر الاستجابة، بل كأنه لم يلتفت أصلا، لم يشعر بما فعلوا به. ذكر المفسرون أنهم حينما قال لهم إني أمنت بربكم فاسمعون، قاموا عليه فوطؤوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من ظهره، يعني مات دهسا بالأقدام أو كما مات. قتله قومه ومع ذلك ظل ناصحا لهم في دنياه وفي أخراه رحمه الله تعالى. فلذلك نقول لا بد أن نبذل كل ما عندنا وننظر في تقصيرنا، ثم بعد ذلك نعلم أن الله عز وجل جاعل من هذه المرحلة حكما ومصالح لا يمكن أن تتحقق إلا بها، فلذا قدرها سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ليستخلص منهم ويستخرج منهم أنواع العبودية على الأحوال المختلفة. في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى لا بد من تحقيق التوازن بين القول والعمل والسلوك. ليست الدعوة إلى الله عز وجل مبنية على القول فقط، قد نحسن الكلام ونكثره وتكون الدعوة إلى الله غير ناجحة، الدعوة التي ندعو بها. لماذا؟ لأن أعمالنا متأخرة. وتأكد أن الصلة بينك وبين الله يفتح الله بها قلوب الناس إليك، كلامك سيكون مؤثرا إذا كان بينك وبين الله صلة أضعاف أضعاف ما يؤثر الكلام لمن ليس له بين الله صلة. ولذا كان من أوائل الأوامر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. مهمة عظيمة ييسرها الله عز وجل بالصلة بينه وبينه بقيام الليل. إذن لابد من التوازن بين القول والعمل والسلوك. الخلق، السلوك كيف تعامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان لابد مع الدعوة بالقول والدعوة بالعمل الصالح والعبادات لابد من الدعوة بالخلق الطيب، بأن لا تخلف وعدا، بأن لا تكذب في حديث، بأن لا تسب ولا تطعن، بأن لا تنفر الناس بالغلظة في الكلام. يمكن أن تعبر بنفس الكلمة بطريقة مختلفة، بنبرات وجه مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويربي أصحابه بالإشارة بالنظرات. في حديث توبة كعب بن مالك يقول فأتيته فتبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك، وقال وكنت أصلي قريبا منه وأساريقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي التفت إلي، وإذا نظرت إليه أعرض عني، دون أن يكلمه. إذن هناك يعني أسلوب مختلف في تعبير الوجه لا تكن مانعا للخير. إلقى أخاك بوجه منبسط، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذن لابد من تحقيق التوازن بين القول وبين العمل والعبادة والسلوك في الخلق ومعاملة الناس. لابد من تحقيق التوازن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، لأن فقد هذا التوازن قد يوهم الناس بأن من التزم بالدين ضيع دنياه، وقلوبهم متعلقة بالدنيا وقلوب أهليهم متعلقة بالدنيا. فإذا ظنوا أن من أقبل على الالتزام والطاعة فقد دنياه، قالوا لا نريد أن نخرب دنيانا،
النهاردة أم بتتصل بي تخبرني أن ابنها في السنة النهائية من الكلية، وأنه كان يحصل على امتياز طول السنوات الماضية ومن أوائل الدفعة. قالت لي التزم مع الإخوة السلفيين وطول النهار قاعد على النت مع الشيوخ السلفية وعمال يقعد بالساعات الطويلة، هيلقي نفسه بالتهلكة. أقول إيه الكلمة اللي هي قالتها بالضبط. والده كذلك يعني متألم غاية الألم، وهذا بلا شك نوع من يعني التنفير من حيث لا يشعر الأخ في ذلك، عدم التوازن، لم يحقق التوازن بين يعني أمور الدنيا وأمور الآخرة، لأمر الآخرة مش عشان حاجة تانية، ده هو الأمر المطلوب لأمر الآخرة، أن يكون الإنسان متوازنا حتى يصلح آخرته، وحتى يعني يستعمل هذه الدنيا مزرعة للآخرة ووسيلة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فلابد من تحقيق التوازن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، وأنت وأنتم جميعا خلال 4 سنوات على أكثر، أو في حد في سنة أولى أو يعني أو 3 أو 2 أو سنة على حسب ما، سوف تدخل إلى معترك حياة صعب للغاية، الكثير منه يفقد بسبب عدم التوازن، ومن حقق التوازن استطاع أن يستمر في العمل الدعوي، في العمل العلمي، استطاع أن يستمر أيضا في أمور دنياه، وإلا فالناس يحصل لهم خلل كبير عندما يعملون ويتزوجون. عندكم كذا نقطة افتراق، كذا محطة في حياة الإنسان دايما بيحصل فيها نوع من التغير. مراحل الطفولة عند مرحلة سن المراهقة في مرحلة تحول خطير، تلاقي الولاد زي الفل ويصلوا في الجامعة، بيحفظوا قرآن مع أبوهم على الدوام، والبنت ممتازة مع أمها، وبعد ذلك يجي فترة المراهقة تبص تلاقي الناس راحت فين؟ في سكة تانية. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل، يهدي أبناء المسلمين وبناتهم. مرحلة التحول. تاني مرحلة مرحلة دخول الجامعة. مرحلة دخول الجامعة بيبقى الإنسان في درجة من الإدراك، وكم من الشهوات ما زال مفتوحا على مصراعيه. المرحلة الثالثة مرحلة التخرج ودخول سوق العمل. دي بقى أكتر حاجة بيفقد فيها الإخوة، بيبقوا زي الفل لفترة الجامعة. تاني حاجة يجوا يخشوا يشتغلوا، تلاقي المستنقعات دي زي نهر النيل كده، بيخش المستنقعات اللي هي بتاعت السفانة دي يفقد 80% من المية، لولا ان في روافد تانية ربنا بيستر. انا بقول لكم 80% بيفقدوا في فترة العمل عشان عدم التوازن. لو قدرت تتعدي المرحلة دي بتوازن بين يعني امور الحياة وبين العمل، بين العلم وبين الدعوة الى الله وبين العبادة، فبإذن الله سيستمر لك الخير. بعد كده الجواز والإنجاب، فالولد مجبنة مبخلة، وأكثر الناس يعني من أجل بيوتهم وأولادهم يتركون طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل على طاعته. وكل إنسان قلبه بيد الله سبحانه وتعالى بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، لكن نقاط التحول دي لابد أن تهتم بها. أنا أقول ذلك لأعود فأقول لابد من التوازن، لابد من تحقيق التوازن وترتيب الأوقات وترتيب الأولويات، وبالتالي فستستطيع أن تكون قدوة حسنة مؤثرا في المجتمع، تستطيع أن تكتسب بوضعك في المجتمع جدودا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من تحقيق يعني التوازن في شخصية الأخ المسلم، في ثباته على الحق ومرونته في التعامل. جانب العقيدة والمنهج لابد أن يكون واضحا قويا لا يتزعزع، ضعف هذا الجانب يؤدي إلى انحرافات منهجية عقدية أنت إن لم تحصله الآن لم تحصله بعد ذلك. الهوية الصادقة في الانتماء إلى الدين من خلال معرفة القضايا المختلفة
وأما التعامل فهو الذي يحتمل المرونة. مجال التعامل هو الذي يحتمل أن تكون تقدم شيئا تؤخر شيئا، تتنازل عن بعض الأمور في أمور السلوك مع الناس وليس في المبادئ. لذلك نقول المبادئ أصلها الآيات والأحاديث النصوص الشرعية، لا يمكن أن يحصل تنازل عن قال الله وقال الرسول وأجمع العلماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الثوابت لا يمكن أن نتنازل عنها، لكن نحقق التوازن كما ذكرنا، لأن التوازن في بين الثبات على المبدأ وبين المرونة في الحركة ضرورة من ضرورات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يستطيع أن يدخل إلى الناس من المداخل المختلفة المناسبة له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يوفق أمة الإسلام لكل خير، أن يهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يقول نريد أن تعرج على مستجدات قضية كاميل يا شهادة، وما هي الخطوات التي ستتخذ في الفترة القادمة؟ هو الإخوة لابد أن يستوعبوا أن الأوراق التي بأيدي الدعاء إلى الله عز وجل ليست كثيرة، وهي أيضا ليست ضعيفة، والقضية مش قضية كاميليا لوحدها، هي القضية قضية وضع عراقيل أمام من يريد الدخول في الإسلام، وهذه هي المسألة التي يحاول النصارى أن يؤكدوها أنهم لا يريدون التنازل، لأن انكسارهم فيها معناه أنه سيشهد إقبالا هائلا من أبنائهم وفتياتهم على الدخول في الإسلام، ولذا تجد محاولات يضحون بها ويخسرون كثيرا، يعني خسرانهم في قضية المقتل الأسرة المسلمة وإن كان معتم عليه إعلاميا بدرجة يعني مفضوحة لكل ذي عينين، إن الإعلام حتى أثناء بتاعة كاميليا دي والإخوة الوقفة رايحين يسألوهم في قطع الود، يعني أسرة مقتولة بأكملها وثلاثة مقتولين بالسلاح الآلي، ودول عمالين لسه يتكلموا في موضوع إيه؟ قطع الود. حاجة فظيعة في الـ يعني عدم الإنصاف، فشيء واضح جدا. كما ذكرت القضية أن هو بيحاول يضع عراقيل وتخويف وإرهاب حقيقي، إرهاب فعلا، هو ده اللي يستحق أن يسمى إرهابا مذموما لصد الناس عن الدخول في الإسلام. ولذلك القضية مقصودها في المقام الأول منع الناس عن ذلك. المستجدات اللي انتوا بتسمعوها انا بسمعها انا ايضا، يعني انها ستعرض على النائب العام، انها ستظهر على بعض الفضائيات، لكن وطنوا انفسكم انها ربما تعرضت لضغوط فوق الاحتمال، قد تخرج وتقول انها على ملة النصرانية، ومع ذلك فهذا لا يعني ان القضية قد انتهت، لان هناك اخوات اخريات لابد من يعني إزالة الحواجز بين كل أحد وبين الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويحب ويرضى، والاستمرار في المطالبة بالحق أمر لن يضيع معه الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن نزن الأمور بموازين صحيحة. ليه؟ قلنا للإخوة فضوا الاعتصام وما بلاش الاعتصام أمام الكاتدرائيات، مع أن إحنا كنا متفقين مع الإخوة أنه محدش هيروح ناحية الكاتدرائية، لأن إحنا كل يوم في أنواع من الاستفزاز مقصودها تحويل البلد إلى فوضى. يعني المؤسسة الوحيدة التي ما زال لها كيان مؤثر هي القوات المسلحة في المحافظة على كيان الدولة. محاولات إضعاف هذه المؤسسة وتحويل البلد إلى فوضى غرض الأعداء قطعا وعقيلا. محاولات كانت مستمرة، حاولات لما قالوا ان هيقولوا لا في الاستفتاء كان لانها اقرب الى الفوضى، محاولات استمرار الاحتجاجات في التحرير قبل يعني ان يتنحى حسني مبارك او بعد تنحيه، حتى او تشكل هيئات تقفز علينا من فوق بالباراشوت هي التي تتحدث باسم الثوره. للعلم دي امثله موجوده في ثورات اخرى في دول أوروبا الوسطى، أوروبا الشرقية،
اللي شهدت أنواع من الثورات أعقبها تكوين حكومات موالية للغرب بسرعة، تقعد من 3 أسبوع بالكثير وتنتهي بتكوين حكومات موالية للغرب. اللي غير الموقف اللي كان الخطة الموجودة وغير الموقف حاجتين: وجود الإسلاميين اللي كان وجودهم يؤثر سلبيا على انقياد الناس لمن يراد أن يوضعوا على يعني رأس المجتمع، هيئة الحكماء أول مرة ولا لجنة الحكماء وهيئة تكوين الدستور اللي بيطالب بها يحيى الجمل وغيرهم كثيرين، محاولات دائمة لوضع مؤسسات جديدة، مجلس الرئاسي اللي كانوا بيطالبوا فيه جمعة التطهير والمحاكمة، محاولة فرض الفوضى، محاولة حصول الوقيعة بين الجيش وبين الشعب من أجل إضعاف القوات المسلحة لتحويل البلد إلى فوضى. بيقول حاجتين اللي منعوا الفوضى دي: قوات مسلحة ووجود الإسلاميين. فبلا شك إن إحنا لا نريد حدوث وقيعة في هذا المقام، مجرد حصول صدام بين المسلمين وبين الأقباط ربما يؤدي إلى انفلات لا يمكن أن يحسب. لو واحد بس تعور من الإخوة فقط نتيجة إصابة بأي طوبة لو حتى بطوبة، ماذا سترتب عليه؟ هيان كل هؤلاء عشرات الألوف، 900,000 واحد كلهم سيجتمعون مرة واحدة، وعند ذلك يجد الغرب مبررات عديدة. أنا كنت لسه يوم الخميس اللي هو يعني قبل الجمعة دي، رغم أن المسلمين فعلا هم المضطهدين قطعا ويقينا، اللجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي تثبت أن الحكومة المصرية فشلت، حكومة شرف فشلت في منع اضطهاد الأقباط، حاجة عجيبة جدا جدا. وبيتكلموا دلوقتي على البهائيين، البهائيين مضطهدين، هما فين البهائيين دول؟ هما البهائيين دول يمثلوا قد ايه من الشعب؟ دول هما أسر معدودة يعني لا تكاد يعني لا يمثلوا، لو بلغوا مئات في الآخر من عدة من 85 مليون إنسان، شيء عجيب جدا. لكن هي فعلا الإعلام الغربي ده بيشكل عقول الشعوب، وفعلا نقول عقول فعلا الشعوب دي مظلومة وظالمة، فعلا مظلومة محرومة والله العظيم من الإنصاف. وإحنا شايفين الإعلام ماشي إزاي دلوقتي بتاعنا، الإعلام المأجور طبعا، إعلام مدفوع الأجر مقدما، كروت شحن مشحون بيها علشان يطلع يعني يقعدهم يتكلموا بطريقة يعني تمنع من وصول الحق للناس. القضية إذن الإعلام الغربي زيه كده، زي اللي شفتوا انتوا راح بيبص على المخدوعين المظلومين اللي هم طالعين يحتفلوا بمقتل أسامة بن لادن رحمه الله، إن كان قد مات وإلا الواحد متشكك في مسألة. لكن انت بص على الوجوه تحس بالفراغ، وأنها أناس يعني تجعل لهم قضية، يشكل لهم يعني هدف سامي جدا عندهم وهو ليس بشيء على الإطلاق. وإلا ف يعني الغدر والخيانة لا يمكن أن يحتفل بها، نسأل الله العفو والعافية. أعود فأقول إن الغرض المقصود كان من هذه الأمور وإعلان موقفنا، وأننا سنستمر في المطالبة وتقوية جانب من يطالب برد الحقوق إلى أصحابها ومنع الاعتداء على حق أي إنسان في أن يدخل في دين الإسلام. وستستمر هذه المطالبات بإذن الله تبارك وتعالى حتى يتحقق ما نرجوه بفضل الله، وحتى يعلم المسلمون جميعا حقيقة الموقف الضعيف المتجبر للكنيسة الظالمة في هذا المقام. هو قالوا إيه؟ قالوا إن هم بيمنعوا الفتنة الطائفية، مش شرط الأمر ده ليس كذلك، خصوصا ان هم قالوا اذا ما حصلش حل الموضوع بتعالوا فضوا الاعتصام دلوقتي، واذا ما حصلش بتعالوا اعتصموا بعد 15 مايو ما تمشوش. قالوا الناس كده، قالوا الدكتور الشيخ حسن الاجمل هذا الكلام. فمثل هذا الكلام يدل على ان هو الاستفزاز بالامتناع، بالعكس في كذا امر ايجابي وهو ان النائب العام اصدر قرار يحضرها، يبقى عدم تمثيل امتثالهم لهذا الامر مصدمه لسلطه الايه الدولة، سلطة المجلس العسكري. فإحنا على أي الأحوال
المطالبة بهذه الحقوق، وإحنا بنطالب هم بيعترف يقولوا إحنا بنسلح الشباب القبطي، هتجيبوا منين أسلحة؟ يبقى أنتوا عندكم أسلحة، عشان كده إحنا بنطالب بتفتيش المساجد وإحنا مطمنين جدا، والكنائس إحنا بنقول طلعوا فيها منها الأسلحة وطلعوا منها المحتجزين، ولو في حد محتجز عندنا خدوه عايز يرتد حتى هنقوله فأبعده الله، مش لأن الشريعة الإسلامية بتأمر بذلك، الشريعة الإسلامية معروف حكمها في المرتد، ولكن نحن نعجز كسائر الحدود، نحن نعجز عن تطبيقها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام على الشرط الجائر في أن من أتاك منا رددته إلينا ومن أتانا من أصحابك لم نرده إليك، فقال ومن كان يعني من كان من المستضعفين سيجعل الله لهم فرجا ومن ذهب منهم ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله. فذلك القضية بإذن الله تبارك وتعالى لن يضيع حق وراءه مطالب إن شاء الله. الدراسة في كلية الحقوق، هل أفتى بعض المشايخ المعاصرين بتحريم الدراسة فيها؟ أظن أن بعض المشايخ زي الشيخ أبو إسحاق أفتى بذلك، ولكن هذه الفتوى يعني لا أعلم مستندها، إلا أن هؤلاء سيعملون بما يخالف الشريعة، وليس هذا منطبقا على الملتزمين، وكل من يلتزم بأحكام الشرع في أنه لن يعمل بها القوانين الوضعية فيما يخالف الشريعة. فدراسة أقوال أهل البدع وأهل الكفر للرد عليها أو لاستعمال ما يوافق الحق منها في إزالة الشبهات فيما يخالف، فمثل هذا لا يمنع منه، الدراسة شيء والعمل بها شيء آخر. فلذلك كلية الحقوق أنا أقول أنها من كتب مهمة جدا، وهل تجدون من يعني يلعب اللاعب القذر الآن في مسألة كتابة الدستور والتعديلات محاولات صرف الناس عن الشريعة إلا من يسمونهم الفقهاء الدستوريين، فضلا عن احتياجنا بالفعل لقانونيين في مجالات كثيرة يطالبوا بالحقوق التي توافق الشريعة. احنا عندنا أعلى الكفاءات في المحامين، كفاءات ليست بالقوة مثل الليبراليين والعلمانيين، فالإخوة الموجودين في كلية الحقوق إن شاء الله يجتهدوا بقوة لينفعونا بإذن الله تبارك وتعالى، وينفعوا الدعوة إلى الله عند الحاجة إليه. بيقول ما تعليقكم على مشاركة الإخوان المسلمين بنسبة 50% في الانتخابات البرلمانية؟ هم بيقولوا هم هيترشحوا بنسبة 50% لأن لهم غرض في أنهم يوصلوا إلى 30 أو نحو ذلك. هم كانوا قالوا أنهم هينزلوا ب 35 أو نحو ذلك، لكن أظن أن هو احتمال فقدان كثير من المقاعد نتيجة الحرب على الإسلاميين بصفة عامة احتمال وارد، فأظنهم زادوا النسبة من أجل هذا، وبالتأكيد السلفيين حيكون لهم مشاركة بإذن الله تبارك وتعالى، إما بنوع من يعني المشاركة من خلال أحزاب يعني بعضها يعني يعلن أو سيعلن قريبا، وبعضها سيكون من خلال المشاركات الفردية، والنسبة لم يعني يتفق عليها ولم يتحدد بناء على استعراض واقع الدعوة، لكن على أي الأحوال لو حققنا نسبة ولو ضئيلة في خلال هذه المرحلة لأول مرة في تاريخنا، فده أمر زي ما كل الشعب المصري في الحقيقة يعني مش لوحدنا، الإخوة دائما يقول أنتوا جداد في المعاملة السياسية، صحيح، والشعب المصري كله كذلك، الشعب المصري 22 مليون واحد راحوا الاستفتاء ولسه الباقي ما راحوش، لكن ال 22 دول أنا بقول 21 مليون منهم أول مرة يروح، وعلى أي الأحوال السياسة علم إنساني مبني على التجربة، مش هو يعني مش علم تجريبي، أقصد يعني مبني على الممارسة، مش علم محتاج إن هو يتعامل في معمل ونحو ذلك، وبالتالي فممكن إنسان ما يكونش عنده زي علم الإدارة ما يكونش عنده دراسات ولا شهادات ويكون ناجح جدا في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج جيل الصحابة
من أحسن القادة العسكريين والإداريين يعني في الشؤون المختلفة في إدارة دولة هائلة المساحة، عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرسوا إدارة ولا يعني فن سياسة، لكن درسوا بالفعل ويعني في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم نصوص الكتاب والسنة التي تشكل داخل الإنسان بوصلة تتوجه إلى الحق والخير حيثما كان الإنسان في أي مكان. مسألة وقفة 15/5 القادمة، هل تؤيدون ذهاب الثوار إلى رفح أو غزة أم لا؟ وهل يجوز الذهاب دون استئذان الوالدين؟ هو الدعوة بإذن أهل الدعوة بيان بهذا الشأن، إن شاء الله قريبا سينزل يعني موقف في هذا المقام. ولكن عموما احنا بنقول للإخوة لابد كل حاجة تطرح للبحث، يعني تعالوا ندور ان لو فعلا تحرك يعني المشاركون في الوقفات في اتجاه سيناء ومحاولة الوصول الى الحدود. اولا احنا زي ما شفنا كده في وقفة رمسيس والعباسية ما قدرناش، مع اننا متفقين ان احنا محدش هيروح الكاتدرائية عشان ما حصلش احتكاك، عشان ما تحصلش فتنة بيننا وبين القوات المسلحة وبين الاقباط والمسلمين يترتب عليها تدخلات قوى داعمة للنصارى بكل قوة بدعم غير محدود، ومع ذلك لما الناس راحت ما عرفناش نتحكم فيها مهما كان. فأخبرونا عن أمر يتحرك الشباب إليه شوقا وهو أن يحرروا أرض فلسطين، فماذا سيكون رد الفعل لو أنهم وصلوا بالفعل؟ وهل ستسكت إسرائيل على ذلك؟ طب مش هتسكت، هل أمرت أن تقاتل عدوا وأنت أعزل؟ هل أمرت أن تقاتل عدوا بلا سلاح؟ الثورة الشعبية ثورة أصلا بتواجه أناس من أهل البلد من أبنائك، سواء الشرطة سواء الجيش، وذلك الشرطة ساحت ليه؟ لأن في نوع من الضغط الهائل عليها، يقولوا ما تستحملش فعلا أكتر من 4 أيام، والجيش يستحمل أكتر من كده، بس عمره برضو ما هيستحمل أنه يفضل يضرب في الناس طالما ليس جيشا طائفيا. والجيش المصري ليس جيشا طائفيا فعلا، جيش العلوي جيش طائفي ليه؟ لان معظم قيادته علوية، والقذافي جيش بتاعه عبارة عن مرتزقة ياخدوا فلوس، الاخوة بيقولوا بياخد 200 دولار في اليوم الواحد، بياخدوا 200 دولار في المرتزقة، ويباح لهم من الشعب الليبي ما يريدون، يقول لهم اي امرأة تقع في ايديكم فهي لكم والعياذ بالله، وهم ناس كفرة أفارقة وأوروبيين ونحو ذلك، كتائب كلها مرتزقة وعدد قليل من الليبيين المخدوعين. فالجيش المصري بفضل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، الجيش المصري من أبنائه فعلا، من أبناء الشعب المصري. وطبقة كبيرة من قياداته فضلا عن الطبقات الأدنى من الضباط والجنود لا يمكن أن تقبل قتل الشعب بهذه الطريقة، وده بفضل الله سبحانه وتعالى حصل في الثورة. لكن إذا كانوا هيواجهوا الجيش الإسرائيلي ده مختلف تماما، ده جيش بيحب سفك الدماء وبياخد جوائز على سفك دماء المسلمين. فما تنسوش إن مئات الألوف من المصريين قتلوا في حرب 67 وحدش دور عليهم، وتنسوش ان الغرب سكت واقر وبارك مقتل 200,000 مسلم في اقليم سوات، يعني الذي كان اخذ في باكستان بايدي الجيش الباكستاني لاجل انه يريد تطبيق الشريعة الاسلامية، طبعا لان قيادة الجيش والدولة في باكستان قيادة ايه؟ شيعية، لأن الشعب الباكستاني نتيجة عدم إدراكه انتخب حزب الشعب اللي هم قادته من الرافضة.
ولذلك في خطورة بالغة ان حد يتعامل مع الجيش الاسرائيلي زي ما يظن ان هو يتعامل مع الجيش المصري، انهم هيخافوا او ان هم الاعلام هيضغط، الاعلام الغربي هيضغط. اديكم شفتم مقتل الاسرة المسلمة عشان هي اسلمت، وازاي الاعلام تعامل معها. الاعلام الغربي الخارجي شوفوا اذاعة لندن جابتها ازاي، واذاعة صوت امريكا ما جابتهاش اصلا، وازاي الاعلام المصري المأجور حجم الموضوع. ولسه بيتكلم على قطع الود، اخ لسه جاي الجامعة بيقول لي احنا كنا في الوقفة بتاعت كاميليا وبتوع المحور جايين يسألوا عن قطع الود، فشيء غريب جدا. فالامر ده ما تفتكروش ان هو ان الاعلام هيغطي مقتل المئات والعشرات فضلا عن الالوف، فضلا انه من الممكن يعرض فعلا الامر الخطر ان ده يهدد كيان اسرائيل حقيقة، فعلا ان الامر ده يهدد كيان اسرائيل فعليا لو وصل نص مليون واحد فقط، مش زي ما البعض بيقول انهم عايزين يوصلوا لايه 15 مليون. طبعا ده وهم، طبعا وهم كبير جدا ان 15 مليون اين طعامهم وشربهم، من اين سيكون، سيكون امر فوق التخيل، فوقا فضلا ان هتقتحم الحدود منين، من غزة، سوف يكون عبئا غير محتمل. عشان كده بقول الامر ده لابد ان هو يتم ايه، تم دراسته، ما يتمش ان الناس تفتكر انها ستكون في نزهة، ولابد من الجانب مراعاة الجانب الانسانية. الناس دي لو هي ب 500 الف واحد لما احتياجاتهم الانسانية من طعام وشراب ودورات مياه فين، في وسط بلاد لا تحتمل ذلك، وبعد فضلا ان هناك اجزاء ملغمة تماما من الحدود ما عندكش انت آلية الاندفاع فيها، في اجزاء يعني اللي هم كانوا ما بين غزة ومعبر إيرنز اللي هو بين غزة وبين إسرائيل في 2 كيلو ملغمين. طب أنت عندك وسائل إيه علشان تقتحم هذه المنطقة الملغمة؟ إيه عندك وسائل؟ عندك كاسحات ألغام ولا هتقول هنفدي نقتحمها بالكثافة البشرية؟ هل هذا من الممكن أن يتم في هذه الأوقات مع وجود عدم وجود أي غطاء جوي؟ هتحرج الجيش المصري إحراج هائل لا يستطيع أن هو يحمي هذه المئات من الألوف فضلا عن الملايين. ندرسها كويس قبل ما نقول أن هذه الآلية محتملة أو ممكنة. أما مسألة يعني الوقوف في ميدان التحرير أو المطالبة بمطالب لإحياء القضية، دي حاجة عظيمة الأهمية بلا شك. يعني أن الناس تحيا القضية مرة أخرى، تعرف عداوة اليهود، يشعر بوجود ضغط شعبي هائل يؤدي يعني يعرفهم بالفعل فشلهم في كل ما يريدون من تضييع العداوة، من التطبيع مع اليهود، وان الشعب فعلا لم يتم معه تطبيع، وان فعلا قلوب الشباب تحترق وتشتعل من اجل القدس ومن اجل فتح المعابر ومن اجل يعني هذا. فهذا امر يعني فيه مكاسب عظيمة، اعظمها احياء القضية في القلوب. طالما ان الامر مش هيوصل للحدود يبقى ما يلزمش استئذان الوالدين، لانه يغلب على الظن ان هي وقفات في ميدان التحرير ومطالبات بذلك او وصول قافلة مساعدات ونحو هذا، الامر ده لن يكون فيه يعني مصادمة، ولن يغلب على الظن حصول قتال، وبالتالي لا يلزم استئذان الوالدين. يقول كيف يتعود الإنسان على طلب العلم والصبر عليه، حيث أنني أفهم الكلام سريعا لكني قليل الصبر على حفظ القرآن ومراجعته. كن مع مجموعة، التزم مع غيرك، إلزم نفسك بواحد يراجع لك وتراجع له على حفظ القرآن. بالنسبة للمذاكرة في الكتب استعمل ملخصات ورقة وقلم، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك مع النية الصالحة عونا على الاستمرار في طلب العلم. لماذا لا تخصص احدى الفضائيات الاسلامية حيث يكون هدفه الاساسي والرئيسي والرد على الاعلام الكاذب ومقارنة بين الاعلاميين والاسلاميين واظهار نقاط ضعفهم امام الناس؟ علوم الامر ده بيحصل تدريجي في معظم القنوات هتبطل ان شاء الله قريب موضوع مع الاعشاب وتفسير الاحلام والعجائب اللي بتعرضها القناة الاسلامية اللي بتطفر الناس فعلا من الدعوة،
وهتلاقي نفسها مضطرة لمناقشة قضايا واقعية. وأن يكون هناك نوع من الحوار في كل المسائل التي تطرح من الشبهات لإزالتها إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك قول بأن قتل الذمي أكبر عند الله من قتل المسلم للمسلم، فما صحة هذا؟ نحن نطالبه بالدليل على ذلك. زوال السماوات والأرض أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. وقتل الذمي الذي له عهد الذمة الذي يلتزم فيه بأحكام الإسلام وأداء الجزية، وكذا قتل المعاهد الذي قد يكون دخل بأمان ولم يدفع جزية، أو قتل المعاهد الذي بين دولته أو طائفته وبين الدولة الإسلامية عهد يؤمن جميع أفراد هذه الدولة وهذه الطائفة، كل ذلك من المحرمات، يعني نقض للعهد إذا لم يكن قد استوجب ما ينقض عهده وما كان منه من غدر أو خيانة. فلكن هذا لا يعني أنه كقتل المسلم أنه أشد من قتل المسلم، لأن الأدلة دلت على عظم قتل المسلم، ووردت أدلة في تحريم قتل المعاهدين وأنه أيضا من الكبائر. هل يجوز لمسلم طرح أصل من أصول النقاش اعتمادا على أنه يعلم أن الأغلبية المسلمة ستؤيده؟ لا يجوز أن يطرح أمرا مجمعا عليه للنقاش إلا مع الكفار وأمثالهم من المنافقين، يعني هم يثيرون شبهات ونحن نرد عليها، وليس المجادلة بالتي هي أحسن مع أهل الكتاب فيما هم فيه كفار، يعني بقبول لما عندهم. عشان يقول بعض الناس مجرد طرحه لمناقشة لا يجوز، أمال إيه وجادلهم بالتي أحسن؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هتجادلهم في إيه؟ في إن الله ثالث ثلاثة وإن الله المسيح ابن مريم، ولا قل هو الله أحد، مش كده؟ ولا لا إله إلا الله. هنجادلهم في أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا هم يصدقون أن محمد رسول الله. فإذا طرح هذا للجدال بالتي أحسن ليس معناه أننا نقر إيه صحة ما هم عليه، أو أن المسألة بالفعل مشكوك فيها. كيف للمسلم أن يتعامل مع أهل البدع من باب حبهم لإسلامهم رغم أنهم أو بعضهم يحارب الإسلام نفسه؟ اللي بيحارب الإسلام نفسه يحارب العقيدة الصحيحة المجمع عليها المعلومة دي بالضرورة ليس بمسلم. هناك بدع مكفرة، هناك من يطعن في أصل الدين. وأما إذا كان جاهلا لا يدري فنحن نبين له جهله ونحب نطقه واعتقاده للشهادة طالما لم يقدح في ذلك، طالما لم يقدح بشيء يقوله في ذلك. بيقول كيفية تحصيل التوازن بين العلم الدنيوي والدعوي مع سوء الحالة الاقتصادية، عدم توفر فرص عمل مناسب، تترك الأخ وقت لطلب العلم والدعوة. أقول لك الخلاصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ده هم القلب، إرادة القلب، تفرغ لعبادتي أن يكون الهم هما واحدا، سيكون تأتي الدنيا راغمة. من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والتوازن بين الأمور دي كلها محتاجة تقسيم وقت، محتاجة عدم فاقد. الأخ اللي بيقعد 10 ساعات على الكمبيوتر خليهم ساعة واحدة، الأخ اللي بيقعد مع الإخوة واقفين يهزروا ويتكلموا في كلام فارغ وقعدات ملهاش لازمة يخلوهم 10 دقايق بس. الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله غفر له، ونسأله إن كان قد مات أن يتقبله في الشهداء، وإن كان قد مات بالطريقة التي ذكروا فأقول هنيئا له على ذلك. هم يهنئون أوباما ونحن نهنئ أسامة.
وهم يحتفلون في الأرض، ولو صدق ما قالوا لكان هناك فرح في السماء. ولكن هذا لا يعني أن كل التصرفات التي كانت تتم من تنظيم القاعدة صحيحة، ونحن قد اختلفنا وما زلنا مختلفين مع يعني تصرفات القاعدة في مسألة العمليات التي تتم في بلاد المسلمين وفي البلاد التي بلاد الكفار الغرب أو غيرها التي يدخلها المسلمون بأمان، يدخلونها بتأشيرة الدخول بإذن الكفار، فلا يجوز نقض هذا العهد. يعني زي تبني أحداث 11 سبتمبر، فنحن نخالف تنظيم القاعدة في ذلك بلا شك وفي كل الأنواع التي من هذا النوع، ويتجر على الإسلام ضررا أكثر من النفع ومفسدة أعظم من المصلحة. ولكن لا شك أن حق الشعوب في دفع الاحتلال والظلم عنها حق أثبتته الشريعة، وهم يثبتونه في مواثيقهم، وما قامت به مجموعات المجاهدين في البوسنة، في أفغانستان، في العراق، في كل مكان يوجد فيه أرض إسلامية محتلة يدفع عنها، لا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والمعاونة على ذلك من أعظم الثواب. ما فعله أسامة بن لادن من المعاونة من أيام الاحتلال الروسي لأفغانستان أمر يحمد عليه، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يغفر له ولإخوانه ما قد وقع منهم من مخالفات أخرى، ولكن في الجملة ما له أكثر مما عليه. وكما ذكرت يعني يكفي أنه قد غاض الكفار إلى هذه السنوات الطويلة، ولكن أنا عندي تشكك في حقيقة في وقوع ما ذكره من أنه قد قتل فعلا. ممكن يكون أصل حمد النووي هيثبت انتمائه إلى العائلة، مش هيثبت أنه هو إيه فلان فلان، هو عنده حاجة مش عارف كام 40 ابن ولا حاجة، فممكن يكون في حد من أولاده شبهه، خصوصا من الصورة مشوهة، وبعض الإخوة يؤكدون الصورة دي أصلا موجودة بقالها سنتين على النت مفبركة يعني، فالله أعلم. وبعدين هو في النهاية سوف يأتي الأجل، أليس كذلك؟ قطعا وأخيرا سيكون هناك يوم يرحل فيه عن هذه الدنيا، وليس أشرف من قتل الشهيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد، وإسلما متكالب ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد، وإسلما متكالب فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد، وإسلماه صرخة الحر الذي سئم الهوان ذل العبيد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد، وإسلماه دمعة البنت التي هتك العفاف غصبا وعيد، وإسلماه رجفة الطفل الذي نام ينتظر الفجر السعيد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. فيا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. كيف ينام الألم
يوما والدم يصرخ في الوريد. بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد.